اللي احنا بدأناه اللي هو البيزك كمبيوتر اورجانيزيشن او بيتا اورجانيزيشن للبيزك كمبيوتر. وصلنا في المحاضره اللي فاتت لجي بدأنا نتكلم عن اللي هي الاستراكشرز. هنبدا ان شاء الله من خلال استعراضنا للاستراكشرز بتاعتنا نبدا نعمل ديزاين النهارده، نبدا نشوف بعد ما فهمنا الانترنال ريجسترز تواصل مع بعضها ازاي من خلال اللي هي ريجستر ترانسفير ستيتمنت، من خلال مفهومنا للمايكرو اوبريشنز، من خلال مفهومنا للتايمنج اللي تم في البيزا كمبيوتر. نبدا ان شاء الله نعمل الديزاين بتاعنا النهارده ان شاء الله. بس قبل ما نعمل الديزاين في جدول كده اللي هو بيجمع كل المايكرو اوبريشنز ل 25 انستراكشن بتوع البيزا كمبيوتر، عايزين نستعرضهم مع بعض. ليه؟ عشان لما اجي انا او حضرتك تفكر تعمل الديزاين بتاعك هتنتقي مجموعه من هذه الانستراكشرز فتبقى انت فاميليار بيها تماما وتشوف ازاي هتعمل الكنترول سيجنالز بتاع هذه الانستراكشر. في المحاضره او في المحاضرتين الماضيتين كنا صنفنا الانستراكشرز بتاعتنا لكم نوع؟ لثلاث انواع اهم. يلا سوم ريفرنس ريستر ريفرنس. وكنا حتى عاملين لها تشارت. تعالى نفتكر مع بعض التشارت ده عشان هبدا من خلاله اعمل الديزاين بتاع الكنترول سيجنالز. طبعا اتفقنا مع بعض ان اولا ان في عندي اللي هي الستارت، ودي بتكون عند التي كام يا جماعه؟ عند تي نوت. بيحصل ايه عند التي نوت؟ بيحصل ان البروجرام بالكوانتر بتاعي بيحصل بيعمل له ايه؟ نعمل له ايه؟ سنيت انك توقفين ادريس ريجستر تفتح السكتش بتاعك وساعدني كده. بيفتح فيه ايه عليه اول حاجه؟ بروجرام كوانتر بيروح للايه؟ لادريس ريجستر. ده في ايه يا جماعه؟ تي نوت. طبعا التي نوت طبعا بيكون السيكونشال كوانتر بيكون ايه؟ كلير، فهيبدا الكلوك بتاعتي عند التي نوت. فأول حاجة في الكلام ده بنقول في الستارت بتاعي، طبعا أنا هندل التي نوت في حتة بعد الستارت، الستارت بتاعي هيبقى عند السيكونسر كوانتر هيكون كلير مش كده؟ معنى كده إن التايم بتاعي انشيال هيبدأ بكام يا جماعة؟ بأنه باص؟ ها؟ التي نوت. هيحصل إيه عند التي نوت؟ هيحصل إن البروجرام كوانتر هينقل المحتوى بتاعه في الحتة يا جماعة في الأدرس دي ريجستر، صح الكلام؟ في التي 1 هيحصل إيه يا شباب؟ ها؟ هيحصل ان الميموري لوكيشن ها؟ ادرس باي ها؟ ادرس ريجستر هيحط الناتج بتاعه في الحته الستراكشرز بس هيزود الكوانتر بروجرام كام؟ واحد. بروجرام كوانتر بلس 1 هيروح فين الحته يا جماعه؟ البروجرام كوانتر. صح الكلام يا شباب؟ ان قلنا الخطوتين دول اسمهم ايه يا شباب؟ بعد كده هنبدا نعمل ايه يا شباب في الاثنين؟ ديكود. قلنا في الديكود في اكثر من حاجه هتبدا تتوزع على الاماكن بتاعتها. طبعا عندنا الانستراكشر ريجستر هيكون كام بيت يا شباب اتفقنا مع بعض؟ 16 بيت. البيت نمبر 15 هتخصص ايه يا شباب؟ الاي بيت مش كده؟ يبقى اذا البيت 15 اللي موجوده فينا حته يا شباب؟ ها؟ الانستراكشر ريجستر هتروح فين حته يا شباب؟ هتروح لأرض. وقلنا ان احنا عندنا البيت رقم 14 و13 و12 دول بتوع مين؟ الاوكود. بتوع مين يا جماعه؟ الاوكود. دول اللي هتعمل لهم ديكود. دول اللي هتعمل لهم ايه؟ ديكود. لما كنا بنوديها للديكود ده كام في كام؟ 3 في 8 مش كده؟ فكان هيخرج لي سيجنالز اللي دي نود او دي 1 او دي 2 بجد دي ايه يا جماعه؟ 7. يبقى عندنا البيت الانستراكشر ريزيستنس من البيت رقم كام يا شباب؟ 13 وكام؟ 14 وكام؟ 13 و12 ها؟ هيروح في الحته عشان يطلعوا لنا الدي نوت ها؟ الدي 1 لقيت كام يا جماعه؟ دي 7. دي 7. فين الكلام؟ صح الكلام؟ اه. فاضل لنا مين يا جماعه؟ اللي هم قلنا البيت من كام؟ دي 0 وكام؟ دي 11. طبعا دوت هيتصنفوا على اكثر من حاله، اما ان هم ادرس لو كان هو ممكن ادرس ريجستر او اوبريشن
لو كان ميموري ايه لو كان ريجستر ريفرنس او انبوت اوت ايه ريفرنس صح الكلام. وعليه هنا لو كان ميموري ريفرنس يبقى عندي الانستراكشن ريجستر من البيت رقم كام يا شباب؟ 0 الى البيت رقم كام يا شباب؟ 15 ايوه سوري 11 هنروح في حته يا شباب الادرس دي عند التايم كام يا جماعه؟ تي 2 صح؟ وقلنا ان المرحله دي او النقطه دي اللي هي جت 2 دي اسمها ايه؟ ديكود. يبقى احنا عملنا فيتشر بس قلنا حته زياده كده قلنا ان الكلام ده بيحصل لو ما كانش فيه ايه يا شباب؟ انترابت. ما كانش فيه ايه يا شباب؟ انترابت صح الكلام؟ ايه هو الانترابت؟ مفهوم صغير كده وصحيح بسرعه. كلمه انترابت معناها انقطع. ساعات في بعض المراجع وبالذات طبعا بنتكلم عن الانترابت ده على مدار اربع محاضرات ان شاء الله يكله او يزيده هيبقى بعد الشابتر اللي بعد اللي جاي. ساعات بعض المراجع بنسميه اكسبشن. بنسميه يا جماعه اكسبشن. يعني ايه برضه اكسبشن؟ استثناء. يعني هناك اجراء استثنائي. هناك ايه يا جماعه؟ اجراء ايه؟ استثنائي. ما هيتم؟ يعني ايه اجراء استثنائي؟ اجراء استثنائي اللي انت عايز تعمل ستوب للانستراكشن مش كده؟ توقف تنفيذ الانستراكشن. ليه؟ عشان اعمل مجموعه من الاجراءات الاستثنائيه. صح الكلام؟ ومن ثم بعد اتمام هذه الاجراءات الاستثنائيه المفروض ان انا ارجع كما كنت. ارجع ايه؟ كما كنت يعني ارجع تاني اعمل ايه؟ انفذ الاجراءات العاديه. صح الكلام؟ فده بيسمى اكسبشن. بيسمى ايه يا جماعه؟ استثناء. اجراء استثناء. يبقى الانترابت هي مجموعه من الاجراءات الاستثنائيه. الاهميه لايه يا جماعه؟ لاهميه بتصنف عشان نتكلم بقى عن الانترابت بشكل عام بس بتصنف هاردوير انترابت. يعني انترابت بيكون مصدره هاردوير. ابسط صور او اعظم صور الهاردوير انترابت اما يحصل فيلير في الباور بتاعت الجهاز الكمبيوتر بتاعك او بتاع المايكرو بروسيسور. ما يحصل فيلير او يبدا المايكرو بروسيسور يحس ان الباور بيحصل لها انخفاض شديد في الجهد بيبدا يعمل مجموعه من الاجراءات الاستثنائيه اللي هو الهدف منها حفظ الداتا وحفظ الاجراءات اللي كانت ايه قبل ما هو متوقع ان يحصل شت داون فبيبدا يحفظ الايه مجموعه من الداتا في الميموري ريجسترز وحاجات زي كده تمام. ومن ثم بعد ما المشكله بتتحل بيبدا يعمل ريكفري للداتا دي او مش هو في هناك نوع اخر اسمه السوفت وير انترابت يعني بيبقى ناتج من حدوث من مشاكل مع السوفت وير زي عمليه الديباج. ابسط صور الانترابت لما بتيجي تعمل كود ومعظم عمل اكواد بالسي شارب مع دكتور بانر او ما شابه ساعات بيبقى اللاين كود بتاعك فيه ايرور سواء سينتكس او لجن مش كده؟ ايه اللي بيحصل؟ اثناء ما بيعمل ديباج بيقوم موقف الايه البروسيسنج بتاع الديباج عند اللاين كود معين ويطلع لك صرف في لاين باللون الاحمر عشان يقول لك ده اسمه ده ايرور نتج عن ديباج عن عمليه الديباجنج فيعمل ايه المايكروسوسور يقوم عامل هالت للايه او مش هالت بقى يعني بيقوم موقف في الاجراء صح الكلام ويقوم مطلع لك رساله ايه رساله خطا صح. اما بيجي يحصل اوفر فلو الاوفر فلو ده نوع من انواع السوفت وير انترابت يعني لما تيجي تقسم رقم على زيرو لازم يطلع نتيجه خطا. طب النتيجه الخطا يعني يعمل ايه لو السيستم لو البروجرام بتاعك واخد بالك في قسمه وكانت قسمه تمت على رقم زيرو واخد بالك او على رقم صغير جدا جدا قريب من الزيرو ممكن يبقى الرقم كبير اكثر من الساعه التخزينيه فيقوم جاي يطلع لك اوفر فلو. يطلع لي ايه يا شباب؟ اوفر فلو. معنى حدوث اوفر فلو معناها ان هو ايه؟ لازم يعمل توقيف لهذا الايه البرنامج او بمعنى ادق يعمل ايه يا جماعه؟ انترابت. يبقى اذا هنا لابد قبل ما اعمل البروسيسنج دي قبل الستارت دي لازم يكون عندي هنا تشيك على حاجه اسمها الانترابت فلاج. يعني الار دي فلاج بتكون ست اما يبقى في حاله انترابت حدثت. تكون ست يعني ايه ست؟ يعني الار في الفليب فلوب بتاعها تكون متسجل فيها ايه؟ واحد. وطبعا هنتكلم عنها دلوقتي والنهارده عشان هنعمل منها ديزاين. فهنا لو الار بتساوي 1 معناه ان في انترابت. معناها ان في يا جماعه انترابت ومعناها ان اذا المايكرو بروسيسور بتاعي ده او البيزك كمبيوتر هيخش في مجموعه من اجراءات الاستثنائيه او بنسميها الانترابت سايكل. بنسميها يا جماعه الانترابت سايكل. الانترابت سايكل اللي هو اجراء استثنائي. خد بالك بيعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هو بيعمل ايه دلوقتي.
واخد بالك؟ اما لو كانت الار بتساوي زيرو ها معناه ايه؟ مفيش انترابت، مفيش ايه؟ انترابت، يعني هنا نيجي هنا الستارت بتاعتنا هنحطها في الحته دي. يعني في الستارت اول حاجه بيتشيك مع الستارت بيتشيك الايه؟ الايه؟ الانترابت فلاج اللي هي الار فلاج لو لقاها ست ولو لقاها ست بيبقى معناها ان في انترابت يبقى لازم يعمل انترابت سايكل لو مفيش لو لقاها ريسيت يعني زيرو يبقى مفيش انترابت عشان كده دايما كنا بنحط هنا معلش كنا بنضيف هنا يا شباب ها؟ طبعا الانترابت بيحصل في في السايكل اللي هي تي نوت في اي سايكل عدا التي نوت والتي 1 والتي 2 معايا؟ تمام؟ فهنا لو في انترابت امتى يحصل ان الار فلاج بتبقى انترابتد؟ الار فلاج بتبقى انترابت في ثلاث حاجات سبب ثلاث حاجات انا بتكلم على البيزك كمبيوتر مش بتكلم على المايكرو بروسيسور العادي لما نيجي نتكلم في المايكرو بروسيسور احنا بنتكلم في 125 انترابت ولها مشاكل كتير يعني. خد بالك؟ لكن احنا هنا 256 قصدي 256 انترابت. فهنا الار بتبقى ست اذا كان في فلاج اسمها او في سجن اسمها الانترابت اي دي الاي دي اللي هي ايه يا جماعه؟ انترابت انيبل. لو في فلاج اسمها الانترابت انيبل ستد تقوم عامله الانترابت فلاج ست. انترابت انيبل يعني انا ممكن امنع حدوث انترابت من خلال الفلاج دي. يعني لو عملت الفلاج بتاع الانترابت دي زيرو يعني الانترابت انيبل تساوي زيرو معناها ان انا بعمل ديسيبل على الانترابت، يعني لا اسمح للمايكرو بروسيسور ان ينفذ اجراءات الانترابت. اما لو الانترابت انيبل اللي هي الاي، الاي دي جايه من كلمه يا شباب قلنا انترابت. الاي ان انيبل يعني ايه انترابت انيبل؟ يعني انا هو اول حاجه المايكرو بروسيسور تنفيذ الكمبيوتر بيتشيك الانترابت انيبل. لو لقاها سواد معناها ان انا بسمح بامكانيه حدوث انترابت. بسمح بامكانيه حدوث ايه يا جماعه؟ انترابت. يبقى هنا لازم يكون الار فلاج على طول يحصل لها ايه؟ يحصل لها ست. يحصل لها ايه؟ ست. كمان ممكن يحدث انترابت بسبب ان الانبوت ريجستر، فاكرين الانبوت ريجستر يا شباب؟ فاكرين الانبوت ريجستر؟ ها الانبوت ريجستر ده كان بيعمل ايه؟ كان بيستقبل ما بيدخلش، كان بيستقبل كاركتر منين؟ الكيبورد. طيب وانس ان هو استقبلها في الكيبورد لازم انا بعمل انتربت مؤقت للمايكرو بروسيسور. ليه؟ علشان يكسبت الانفورميشن اللي موجوده في الانتربت ريجستر. عشان كده في عندي ريجستر عندي فلاج اسمها الاف جي. الاف جي دي اختصار لكلمه فلاج. الاف جي دي اختصار لكلمه ايه؟ فلاج. اف جي اي يعني بيها انبوت، يبقى الفلاج اللي هي مؤشر على ايه؟ وجود انبوت، مؤشر على وجود انبوت في حته في الانبوت ريجستر. فلو الفلاج انضربت انبوت سوري فلاج انبوت اف جي فلاج اي انبوت اكتب ولا انتوا خلاص؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ يبقى الاف جي فلاج انبوت اف جي اي الفلاج انبوت اما بتبقى 1 معناها ان الانبوت ريجستر استقبل من الكيبورد انفورميشن معينه اللي هو المفتاح اللي انا حضرتك غطى عليه. خد بالك طول ما الاف جي اي بيساوي 1 ده معناتها ان لسه الاكيوميليتور مثلا ما اكسبتد ما عملش اكسبتنس للايه يا جماعه؟ للكاركتر دي. او بمعنى ادق ان الداتا دي لسه ما المايكرو كمبيوتر ما ايه؟ ما كانهاش حطها في احد الريجسترز او لو كان داخل في اجراء حسابي ما مع الاكيوميتور لسه ما حصلش اكسبتنس من الاكيوميتور ان الاوبرنت بتاع داخل في الحسابه بتاعتي. وعليه اي ضغط على الكيبورد مش هيترتب عليها تغير الانبوت ريجستر. طب ليه؟ لان الانبوت الفلاج انبوت ده هتبقى ستيب بكام يا جماعه؟ ب1. معنى الاف جي اي ب1 يعني الانبوت فلاج ب1 معناها ان انا لسه ما خدتش الاوبرند اللي موجود في الحته يا جماعه في الانبوت ايه ريجستر. وعليه اي ضغطه على الكيبورد
لن يتبعها باي صوره من الصور تغير في مين في الانبوت ريجستر، يعني مش هعمل اكسبتنس لاي كاركتر ثانيه الا اذا كانت الاف جي اي دي بقت بكام؟ بزيرو. معنى الاف جي اي بقت بزيرو معناها ان حصل اكسبت للايه؟ للانفورميشن، حصل اكسبت للايه؟ للانفورميشن. يبقى اي ضغط بعد كده على الكيبورد هيحصل فيها ايه؟ هيبدا تستقبلها المايكرو كمبيوتر في الانبوت ريجستر. طيب هنا يبقى في حاجه استثنائيه، حضرتك حاجه يبقى هنا بدا في اجراء استثنائي في اللحظه دي اللي انت تقوم عامل بقى سيت لمين؟ للريجستر بتاعي. يبقى معناها ان انا داخل في الانتربت سايكل. الانتربت سايكل سببه ايه؟ سببه ان انا بعمل مقاطعه للاجراءات العاديه علشان استقبل الكاركتر اللي موجود في الانبوت ايه؟ ريجستر. وانس ان انا استقبلته يحصل ريسيت للاف جي اي بقى كام؟ بزيرو. ويحصل ريسيت لمين؟ للار فلاج اللي هي بتدخلني في الانتربت سايكل. اتفضل حضرتك. احنا بنعمل ديزاين، مش هنقولنا ان احنا النهارده مخططنا هو ازاي نعمل كنترول سيجنال علشان تتحكم لي في الفليب فلوبس ديت وفي الريجسترز دي وفي الترانسفير بتاعتي من الداتا بتاعتي دي هتروح هنا ليه ودي هتيجي من هنا ليه. انا طبعا اللي بظبط الكلام ده من خلال الكود اللي هي الاوبريتنج سيستم اللي انا بعمله لاي كمبيوتر او لاي بيزك كمبيوتر. في اوبريتنج سيستم بتشغل هي دي اللي بتتحكم في مجموعه الانتربت، وفي شويه هاردوير بتتحكم في هذه الانتربت. من ضمن الامور الهاردوير اللي بتتحكم في الانتربت الايه؟ الفلاجز اللي انا بتكلم عنها دي. معايا؟ قلنا من احد هذه الفلاج اللي هي الاف جي ار اللي هي الفلاج انبوت. الفلاج انبوت دي بتطل على خلو الانبوت ريجستر من الاوفرانز او من الانفورميشنز الاسك انفورميشنز بتاعته او عدم او وجودها. بمعنى اف جي اي لو كان ب 1 معناها ان الكيبورد بتاعتي ارسلت اسك كاركتر على الانبوت ريجستر. السؤال هل المايكرو بروسيسور اكسبتد لهذه الانفورميشن اور نوت؟ لو هو لسه يبقى معناها كام؟ 1. يبقى لازم يكون انا في الانتربت سايكل مستني بدي مهله للمايكرو بروسيسور ان يعمل اكسبت للانفورميشن دي. ده اجراء استثنائي ولا اجراء دائم؟ استثنائي. واخد بالك؟ طيب وانس ان انا اكسبتت لهذه الاجراء لهذا الكاركتر يبقى انا هعمل ريسيت لمين؟ للاف جي ار. واخد بالك؟ اللي هي تعمل ريسيت لمين؟ للار. في المقابل برضه في عندنا ريجستر اخر اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ الاوت ريجستر. الاوت ريجستر هو كان مقابله. بس قلت انا بستقبل الكيبورد، المره الثانيه هستقبل من ايه؟ هحط على ايه؟ على برنت. يبقى البرنتر ده اوت ولا انبوت؟ اوت. طب الداتا بتاعتها تيجي من ايه؟ ممكن تيجي من اكيوميليتر. مش كده؟ او ممكن تيجي من اي مصدر اخر، مش كده؟ طيب الاكيوميليتر هيطلع على فين؟ هيطلع على الاوت ريجستر. كاركتر 1 طيب. 1 كاركتر طيب. يعني بيطلع ايه؟ سيريال. الداتا بتطلع في البيزك كمبيوتر ايه يا جماعه؟ بشكل ايه؟ سيريال. 1 كاركتر ات تايم. في اللحظه الواحده يطلع 1 ايه؟ 1 كاركتر. فال 1 كاركتر ده لما يتحط في الاوت ريجستر هل البرنتر استقبلها ولا لسه؟ ما نعرفش. طب انا هعرف منين؟ من فلاج اسمها ايه يا جماعه؟ اف جي ها؟ او. اف جي ايه يا جماعه؟ او. فالاف جي او دي معناها ايه يا شباب؟ معناها ان في كاركتر موجود في ناحيه هشام. مش انت هشام؟ فين الحته؟ مش فاهم عشان انت سرحت وراك خد بالك؟ يلا محمود ها؟ الاف جي او اما تبقى بتساوي واحد ده معناتها ايه؟ ان في كاركتر فين؟ فين؟ انتربتد ريجستر يعني؟ خاف الله خاف موجود في الاوت ريجستر. موجود في الايه يا جماعه؟ في الاوت ريجستر. وعليه لو كان البرنتر استقبل هذا الكاركتر هيبقى اذا الاف جي او هتساوي كام؟ زيرو. وهيتبعها ان الارض تساوي كام؟ زيرو. بوليان بقى هجاوبك على سؤالك. بوليان لو انا عايز انفذ الكلام ده بوليان يبقى اتفقنا مع بعض ان الاجراء ده هيحصل اثناء التي نوت والتي 1 والتي 2 any cycle except T0 و T1 و ايه؟ و T2. يبقى اذا T0 complement and مع T1 complement and مع كام؟ T2 complement. يعني
الانتربت اللي من النوع ده هيحصل في اني سايكل. احنا عندنا كم سايكل على فكره يا شباب؟ ها صح، انا سمعت الاجابه كم؟ 15 سايكل. فاكرين لما كنا قلنا ان عندنا السيكونس كوانتر كان كم بت؟ 4 بت. داخلين على مين؟ 4 ب 16 ديكودر، يبقى عندنا من تي نوت لتي كام؟ 15. فعندنا كم كم؟ 16 كلوك سايكل. عندنا ايه يا جماعه؟ 16 كلوك سايكل من تي نوت لتي كام؟ لتي 15. لتي 15 يا ايه؟ روماني. تقول لك يا مروان يا روماني، خلاص من تي نوت لتي كام؟ لتي 15 اللي هم 16 كلوك. 16 ايه يا جماعه؟ كلوك سايكل. فاذا انا بقول ان الانترابت ممكن يحدث في اني كلوك سايكل اكسبت معناها استثناء، مش كده؟ تي نوت وتي 1 وتي 2، يبقى تي نوت كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت. هيحصل انترابت من حاجتين خاصتين بالانبوت ريجستر، دي او دي يعملوا انترابت، مش كده؟ دي اف جي اي او اف جي او، الاثنين بيحصلوا او مش مع بعض، يعني اما انا بطلع كاركتر اما بستقبل كاركتر. يبقى اذا وده كمان موجود معاهم، يبقى اذا اندد مع الانتربت انيبل يكون ست، صح الكلام؟ انتربت انيبل يكون ايه؟ ست. وايه كمان؟ واندد مع الاف جي اي اور الاف جي او ست، صح الكلام؟ صح الكلام؟ ده الكلام اللي انا قلته. انا قلت كلام اللوجيكالي اللي احنا قلناه دلوقتي، احنا بنتكلم في الانتربت، قلنا اول جمله فيه ان الانتربت سايكل او الانتربت بيحصل في اني كلوك سايكل اكسبت، مش قلت الكلمه دي؟ اكسبت تي نوت تي 1 تي 2، يبقى عندي تي نوت كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت، صح؟ اندد مع بعض، صح الكلام؟ يبقى ده الزمن، ده الحدث هيحصل امتى؟ مش كده؟ في اني سايكل اكسبت السايكلز دي. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ عظيم جدا، لان هنا اما يبقى تي 3 معناها تي نوت بكام؟ بزيرو، يبقى تي نوت كومبلمنت هنا بكام؟ واحد، يبقى الانتربت سيكل بتحصل كده. طب اما التي نوت التي نوت يبقى التي نوت بكام؟ بواحد، يبقى الترم ده بكام؟ بزيرو، يبقى انا ايه؟ مش هيحصل الانتربت من خلال الايه؟ التي نوت، مش انا قلت الانتربت بيحصل في اني سايكل اكسبت. اكسبت تي نوت تي 1 تي 2. فافرض ان انا التي نوت، انا في التي نوت دلوقتي. التي نوت النهايه ايه يا جماعه؟ ب 1، معناها ان الترم ده هيبقى بكام؟ بزيرو، معناها ان مش هيحصل سايكل، انتربت سايكل. مش كده برضه؟ تي 1 لو انا ب 1 يبقى الترم ده برضه بايه؟ بزيرو. تي 2 غلاف تي 1 وتي نوت وتي 2 هيبقى الترم بتاع الكلوك ده بكام؟ بواحد. يعني امكانيه حدوث ولا عدم امكانيه حدوث؟ يعني انت عايز تقول، عايز اقول ان ما بيحصلش انتربت اثناء الفيتش او الديكود. ما بيحصلش انتربت اثناء الايه يا جماعه؟ الفيتش او الديكود، بس ممكن يحصل انتربت اثناء الاكسكيوت. اثناء ايه يا جماعه؟ الاكسكيوت. وصلت كده بس. اتفضل يا حبيبي. انا بقول، انا بترجم لك، مش احنا خدنا ديجيتال مع بعض وكنا بنقول اي ديزاين بنعمله كنا بنعمله كروس تيبل، كنا بنحاول نترجم الكلام لايه؟ للوجيك سيركتس او للبوليان اكسبريشن. فكنت بقول ايه في الانتربت سايكل؟ بقول في الانتربت سايكل ممكن حدوث في اني كلوك سايكل اكسبت تي نوت وتي 1 وتي 2. يعني ايه الكلمتين دول؟ معناها ان لا يمكن ان يحدث انتربت خلال الكلوك سايكل كام؟ تي نوت وتي 1 وتي 2، صح الكلام انا غلطان؟ فاهمين يا حبايبي الحتتين دول؟ طيب، طب عدم حدوثهم معناه ان انا عايز السيجنالز اللي موجوده على الفلاج ار ريجستر الار فلاج دي تبقى زيرو ولا 1؟ تبقى زيرو. طب لو قلنا ان ده هي اللي هتخش، لو احنا بنتخيل كده ان دي الفلاج ار. طب احنا هنصمم الكلام ده يا جماعه بس مبدئيا، يعني تخيل ان دي فلاج ار، ده جي كيو، جي كيو فلي فلوب مثلا. خلاص يا شباب؟ فلو انا عايز اعمل سيت للفلاج ار دي، فلو انا عملت بولن اكسبريشن من الجدول من البتاع دي، يعني جبت السيجنالز بتاع الاف جي اي دي فلي فلوب، كازل فيها واحد او كازل فيها صفر على حسب كام كاركتر، عملت له اكسبت او لا، ده اي مشكله؟ والسيجنالز من الاف جي او دخلتهم على او، يبقى ايه؟ في حاله اذا كان في خارج او داخل، صح كده ولا غلطان؟ رحت جاي ضاربهم في
اند جيت في حاله لو كانت الانبوت الانترابت معمول له انيبل. طبعا انا ممكن الغي اجراءات الانترابت كلها لان انا اعمل ايه في الفلاج ريجستر اللي هي في الفلاج بتاع الانيبل بتاع الانترابت اعمل لها زيرو معايا اندد مع الكلام واخد بالك اندد مع التي نوت واخد الكلام في 1 جيت احط لك هنا مع التي نوت كومبلمنت والتي 1 كومبلمنت طبعا ما فيش حاجه اسمها تي نوت كومبلمنت والتي 1 كومبلمنت طب معنى ادق الديكودر بتاع الايه 4 في 16 منتصب بمين السيكونس كوانت هو اللي بيقلب الاشارات اللي بتاعته الاوتبوت بتاعه بيتغير وصل للكلوك بتاع السيكونشال سيركت صح؟ فلو انا كنت في الكلوك سايكل 4 او 3 بالضروره البن رقم 0 بتاع الاول و1 و2 هتبقى بكام؟ اصفار فانا معناها مش يعني من الجهاله ان انا اقول تي نوت كومبلمنت تي 1 كومبلمنت يعني مش هاخد تي نوت واعمل لها كومبلمنت انفرتر لكن الديكودر بتاعي اللي هو كام في كام يا شباب؟ 4 في 16 هنا في دخل هو اللي هيتحكم لي اذا كانت الرجل صفر او الرجل واحد الى الرجل 15 انه واحد اللي اكتف صح؟ فانا لو في كلوك سايكل 3 يعني هنا 1 1 0 0 واضح جدا ان الكلوك سايكل رقم كام؟ دي نوت يبقى النوت واحد واثنين الثالثه هي اللي هتبقى ايه؟ فاعله يعني في نوت المفروض اللي هي هتطلع من هنا وتي 1 المفروض اللي هتطلع من هنا وتي 2 اللي هتطلع من هنا هم كلهم بايه يا شباب؟ بصفار هنا بكام؟ بواحد ده معنى كده تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت تي 3 كومبلمنت فاهمين قصدي يا شباب؟ فدول اللي هيجوا من هنا هتاخدهم على هنا الكلام ده كله اندد ويخشوا على الجي كي على الجي فلو السيجنال دي يعني لو انا في الكلوك سايكل 3 كلوك سايكل ايه يا جماعه؟ 3 معنى كده ان الكلوك بتاعت تي 3 هي اللي هتبقى ايه؟ هي اللي هتبقى اكتف مش كده برضه؟ وعليه هيبقى كل الكلام ده اصفار مش كده؟ معايا؟ طبعا هنا هيبقى في انفيرت لها يعني هنا هتبقى دي ايه؟ بوحيد سوري هيبقى في انفيرت لها يبقى دي بوحيد يبقى السيجنال دي بواحد هنا هتلاقي هنا لو عندي هنا في انبوت كاركتر موجود في الفلاج في الريجستر بتاعي يبقى ده بواحد مع الانيبل بتاعي ان انا سامح بحدوث الانترابت يبقى ده بواحد يبقى ده بواحد واحد واحد هيجي على الجي يعمل ست للكلام ده تبقى ار بيساوي كام يا شباب؟ واحد ار بيساوي واحد ده هندرسه بالتفصيل كل التفاصيل دي دلوقتي بس انا حبيت افهمك ان ازاي الكنترول انا بجاوب على السؤال بتاع الزميل ازاي هيحصل كنترول على الكلام ده انا اللي بعمل ولا السوفت وير اللي بيعمل ده هارد وير اهو ده ايه؟ هارد وير بس جبت انت الكلام ده منين؟ رد عليا من الكلام اللي انا بقول اللي هو ايه انا قلت ايه؟ انا قلت الانترابت سايكل ممكن تحصل في اي كلوك سايكل ما عدا مين يا شباب؟ تي نوت وتي 1 وتي 2 خلاص؟ يبقى اذا هنا بيقوم عامل تشيك على الثاني لو لقى هنا تي نوت الار قصدي بتساوي زيرو هيمشي بالسايكل دي هيمشي بايه يا جماعه؟ بالسايكل دي اللي هي هيعمل ايه دلوقتي البروجرام كاونتر في الادرس ريجستر يعمل الميموري يعمل فيتش للاستراكشر بتاعي من الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر احطها في الاستراكشر ريجستر ويبدا يخش في مراحل الفيتش والايه يا جماعه؟ والديكود فاي اشكاليه كده يا شباب؟ اما لو كانت الار بتساوي 1 بس ساعتها بكتب ار ولا ار كومبلمنت ار التايم تي نوت يحصل اجراء اخر خلاف الفيتش والديكود والاكسكيوت ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يعمل في اجراءات استثنائيه نكتبها على السبوره كده ونبدا نفهم هي بتعمل ايه دي الاجراءات دي معناها ايه؟ من فضلك انقلها اللي بيتكلم اخ اللي بيتكلم برفع من حضرتك
قلنا بيحصل سيتنج لها لاي الامور عدة. ان اول حاجه الشروط دي كلها لازم تكون متوفره الاول. لازم الشروط دي كلها تكون ايه؟ ما يكونش الكلوك سايكل تي نوت ولا الكلوك سايكل تي 1 ولا الكلوك سايكل تي 2. فاهم دي يا جماعه ولا لسه؟ رد عليها يا حبايبي بصوت فاهم. تاني حاجه ان يكون في اكتيفيت لامكانيه حدوث انترابت. منين؟ من الانترابت انيبل. الانترابت ايه يا جماعه؟ انيبل. لان لو انا كنت جيت عملت الانترابت انيبل بزيرو معناها ان ايه؟ ممنوع حدوث انترابت. فاهمين؟ يعني زي ما بنيجي نتناقش في القضيه بقول لك والله انا مستمع ليك حضرتك انتقد وانا صدر رحب ليك. انا كده ايه؟ بديك فرصه ان انت تتشجع علشان تقول رايك. مش كده برضه؟ اما لو انا بقول يا جماعه سمعت خلاص قفلنا باب المناقشه كده يبقى انا بعمل ايه؟ بمنع مزيد من الاراء اللي هي تطرح في الموضوع اللي احنا قلنا هنقفل فيه باب الايه؟ المناقشه. كذا الحال. اول حاجه لازم هل هناك امكانيه لحدوث انترابت ولا لا؟ مين اللي يقول الانترابت في الفلوب دي؟ في اي اشكاليه؟ لو هي الست بقول لك يا جماعه في امكانيه لحدوث انترابت. من اي مين؟ من الفلاج ريجستر اللي هي انبوت او يعني ان انا اسمع دخول كاركتر او بخروج ايه؟ كاركتر. امتى؟ في اي سايكل على مين؟ تي نوت وتي 1 وتي 2. كده وضحت اكتر؟ ولا لسه؟ الناس ترد عليا، وضحت كده اكتر؟ اتفضل حضرتك. هو هنا الاركنج انيبل قبل التي نوت اساسا؟ يعني قبل مرحله التي نوت قبل السايكل بتاعت التي نوت ولا ايه؟ لا التي نوت معناها انا لسه ما بداتش اصلا. واخد بالك؟ هنا ممكن يكون انا قلت لك ما ينفعش يحدث انترابت اثناء الاكسكيوشن. خد بالك؟ اما اجي اعمل فيتش الامر جديد. وارد يكون الامر الجديد ده هعمل في وقته بقى ايه؟ قصدي وانا قصدي في الفيتش والدخول. وانا اثناء مرحله الاكسكيوشن وارد ان يحصل ايه؟ انترابت. هيعمل ايه في الفلاج بتاعتي؟ يبقى الار دي هتبقى واحد. يبقى في النكست انستراكشن مش هيعمل اجراءات ثانيه، هيعمل اجراءات ايه؟ مش هيبدا يجيب امر جديد ويعمل له ديكود جديد ويبدا يخش في اكسكيوشن جديد. يوم جاي يعمل ايه؟ يخش في السايكل دي الاول. يخش في السايكل دي الايه؟ الاول. عشان يسمح مثلا للايه؟ للاوت ريجستر ان يستقبل كاركتر، يسمح للاوت ريجستر ان يكرر كاركتر اند سو اون. كده اتفهمت؟ لا في حاجه بقى اللي هو يعني هو هنا مثلا بينفذ امر وجه في الاكسكيوت حصل انترابت يوقف الامر ويبدا يعمل بقى الاجراءات الاستثنائيه اللي انت شايفها دي. معايا؟ خلاص كده واضحت؟ عظيم جدا. يبقى هنا ايه الاجراءات الاستثنائيه دي يا دكتور؟ تعال نشرحها مع بعض. اول حاجه هو في النهايه عايز رقم واحد ان انا احتفظ بمحتوى البروجرام كوانتر علشان هو ده الامر اللي هرجع له تاني بعد ما اخلص الاجراءات، صح كلامه ولا غلطان؟ يعني انا دلوقتي انا توقفت عند حدث معين، صح؟ الحدث ده كان بيشاور لامر معين في الذاكره هيبقى عليه الدور، صح الكلام؟ يبقى اول حاجه لازم اعمل ايه؟ احفظ هذا الامر في الذاكره. هذا الامر هيخزن في مول لوكيشن نمبر 2. في المول لوكيشن رقم كام؟ رقم 0. في المول لوكيشن رقم 0 هيخش فيه اول امر، هيخش فيه يا جماعه اول امر. مش اول امر، الامر اللي عليه ايه؟ الدور. فيعمل ايه؟ هيتلاقي في اول خطوه هنا هيقوم جاي عامل ايه؟ هيخلي الزيرو يتعمل ادريسنج فينا حتى في الادريس ريزيستر. عشان نتبنى مع بعض ان اللي بيشاور على المومنت لوكيشن هو مين؟ الادريس ريزيستر. يبقى اول حاجه نخلي نعمل كلير للادريس ريزيستر. فاكرين طبعا الادريس ريزيستر بتاعنا كان فيه ثلاثه دخل، خلاف الكلوك، خلاف الكلوك اللي هما ايه؟ الكلير والانكريمنت واللود. فاكرين؟ فهنا كل اللي انا هعمله ان انا هاكتب الايه؟ الكلير في اللحظه دي. يبقى اذا محتوى الادرس ريجستر هيبقى مساوي كام يا جماعه؟ مساوي زيرو. يعني بمعنى ادق ان الميموري لوكيشن اللي انا لو حبيت اقرا منها او اكتب فيها هيبقى اللوكيشن رقم كام؟ زيرو. طب هتحط فيه ايه الكلام ده؟ طبعا احنا اتفقنا مع بعض ان مفيش اتصال مباشر ما بين الميموري ومين؟ بروجرام كونت. مش كده برضه؟ يبقى اذا البروجرام كونت هحط محتواه في تمبوري ريجستر. في تمبوري الايه؟ ريجستر اللي هو بدوره يحط فينا حته؟
في الميموري لوكيشن ادرس باي كام يا جماعه؟ باي ادرس ريزيستر. فهتلاقي ان هنا الاجراء الاولاني ان انا كده عملت الميموري لوكيشن نمبر 0، فان انا قلت المايكرو اوبريشن بتاعتي هو ان انا اعمل عنوانه لهذا اللوكيشن. يعني معنى ادق احط 0، طبعا 0 0 طبعا هيبقى 0 0 لان احنا عندنا 12 بت في الادرس ريزيستر 0 0 اتش. يبقى ده مع عنوان مين يا جماعه؟ الميموري لوكيشن الاول في الميموري، صح الكلام؟ تاني حاجة أنا عايز أحط هذا المحتوى اللي هو البروجرام كونتر أحطه في هذا المكان. هل في اتصال مباشر بين البروجرام كونتر والميموري لوكيشن؟ لا. فإيه اللي هيحصل؟ بقول هل المحتوى البروجرام كونتر فين حتة يا شباب؟ في الميموري ريجستر. أي مشكلة كده يا جماعة؟ أي مشكلة كده؟ إيه تاني يا عم الحاج؟ هاخد محتوى الميموري ريجستر اللي هو بقى مين يا شباب؟ محتوى البروجرام كونتر أحطه في الميموري لوكيشن أدرس باي مين يا جماعة؟ يبقى إذن عنوان النكست انستراكشن، عنوان إيه يا شباب؟ النكست انستراكشن اللي كان عليه الضوء قبل حدوث الانترابت هيتحط هنا فوق في أنهي موقع في الميموري؟ في الميموري لوكيشن نمبر كام؟ زين. في أي شكل كده يا جماعة؟ إيه كمان؟ بعد كده يبقى أنا لو هنزل الميموري هنا يبقى هنا هيبقى في محتوى البروجرام كونتر، صح الكلام؟ اللي هو بيدل على ايه يا جماعه؟ اللي هو بيدل على النيكست ها انستراكشن. ده اول اجراءين، ده اول تو مايكرو اوبريشن هيتموا في حاله ان انا اكتشفت ان في ايه يا شباب؟ انترابت. تاني اجراء بيقول لا انا هزود البروجرام، هنقل الكنترول بتاع البروجرام الى اللوكيشن رقم واحد، ده اللي هو اللوكيشن نمبر 1. طب انا هنقله ازاي؟ انا اللي هيخليني انقل الكنترول لموضع في الميموري هو البروجرام كونتر اللي هو كان فيه العنوان اللي لسه دلوقتي ما عملتش له حاجه، لسه ما غيرتش محتواه، اللي هو كان فيه نفس العنوان اللي انا خزنته في اللوكيشن ايه؟ زيرو. يبقى انا عايز انقله في اللوكيشن نمبر 1. يبقى اول حاجه لازم انظف محتوى البروجرام كونتر، صح الكلام ولا غلطان؟ عشان يبقى فيه كام؟ زيرو. ما انا خلاص حفظت محتواه، انا اطمنت على المحتوى الاول اهو حطيته خلاص ولا ما حطيتهوش؟ دلوقتي انا ممكن اغير في اي اجراءات عندي. انا عايز بعد ما احطه في اللوكيشن ده انقل الكنترول الى اللوكيشن اللي بعديه على طول، اللي هو اللوكيشن رقم كام؟ واحد. اللوكيشن رقم كام يا جماعه؟ واحد. مفهوم الحته دي ولا لسه؟ لازم نمشي مع بعض تدريجيا عشان ما انتوه. مفهومه دي دلوقتي؟ طب انقلها ازاي اصلا ومحتوى البروجرام كونتر دي قيمه مهمه؟ يبقى لازم اعملها ايه الاول؟ كلير. لازم اعملها ايه يا جماعه؟ كلير. يبقى كل اللي انا هعمله بعد ما يتم الاجراء ده هقول له اعمل كلير للبروجرام كونتر. ده اي اشكاليه يا شباب؟ في اي اشكاليه؟ طب بعد ما عملت كلير للبروجرام كونتر ما زال البروجرام كونتر لو استعملته دلوقتي ان انا اعمل بيه فيتش انستراكشر معين هيشاور على مين؟ على المحتوى بتاعه. وانا مش عايز يشاور على المحتوى بتاعه، عايز يشاور عند مين؟ الموقع الثاني مباشره اللي هو موقع المانو كام؟ واحد. يبقى هعمل ايه بقى؟ انكريمنت للبي سي، مش كده؟ عشان يبقى محتواه فيه كام؟ واحد. يبقى انا هعمل هنا انكريمنت للبروجرام كونتر، ده المايكرو اوبريشن الثاني. احنا قلنا ان الانترابت هو مجموعه من الاجراءات الاستثنائيه، هي دي الاجراءات اللي هعملها استثنائيا معايا. هيعمل ايه؟ هيبدا يعمل الكلام اللي انا قلته في الايه بالظبط كده. كده اصبح البروجرام كونتر اما بقى في واحد معناها ان انا نقلت الكنترول بروجرام بتاعي، مش احنا بنعمل كنترول البروجرام بيبدا يتنفذ 1 2 3 4 الا اذا انا عملت ايه؟ نقلته في حته ثانيه؟ يبقى الكنترول بتاع البروجرام اتنقل من الموضع اللي هو كان الاصلي بيشتغل فيه قبل حدوث الانترابت الى موضع اخر اللي هو كان يا شباب؟ واحد. اللي هو كام يا شباب؟ واحد. في واحد ده هيكون فيه ايه بقى؟ ايه اللي منتظره هنا؟ منتظره حاجه ترجعه تاني لمين؟ لزيرو بعد ما الاجراءات بتاعتي ما تتنفذ، بعد ما الاجراءات بتاعتي ايه؟ ما يتنفذ. هنا هنحط انكونديشنال برانش بس اندايركت. فاكرين البرانش اللي احنا شرحناه في المره اللي فاتت؟ برانش 000. ايه اللي انا كاتبه ده؟ فاكرين لما كنا بنقول ان الاي بت ان الاي بت
بيبقى فيها اما بتبقى واحد معناها ان الميموري لوكيشن اللي انا عايز اشاور عليه مش فيه مش هو اللي اوبرند ولكن هو يحتمل ان في ادرس بيشاور على الاوبرند شو هنا الكلام ده قبل كده فهنا لازم هتلاقي هنا indirect branch indirect branch ايه يعني عنوان يعني هنا البرانش بتاعي اللي هو 00 ده مش هو المحتوى اللي انا هنقله في الادرس ريجستر مش هو ده المحتوى اللي هنقله فين في الادرس ريجستر لكن مين المحتوى اللي جواه هو اللي هيتقال في الايه في الادرس ريجستر طب من قصدي يا جماعه فاكرين لما كنا بنتكلم عن البرانش بتاعنا البرانش بتاعنا كان لما كنا بنقول برانش 135 مثلا معناها ان انا بنقل التحكم بتاعي على الادرس اللي انا وكام يا جماعه على الادرس 135 فكان بينقل ال 135 ده في الناحيه ده في الادرس ريجستر صح الكلام ولا انا غلطان فاهمين يا جماعه ابدا اما يكون الاي بت تساوي كام تساوي 0 طب افرض الاي بت كان بيساوي 1 ها معناها ان ده دايركت ولا ايه دايركت دايركت معناها ان انا لما اروح ل 135 هاخد الاوبرند ولا هاخد الادرس ده احطه في الاي ار ولا اروح للادرس ده واخد منه المحتوى احطه في الاي ار المحتوى ها انا هاخد ده مباشره احطه في الاي ار من ايه محتوى الموبليكيشن ده هاخده احطه فين في الاي ار صح الكلام فهنا ده اللي هيحصل هنا اما ينقله للميموري لوكيشن اما ايه كنترول اما الكنترول بروجرام بتاعي انتقل الميموري لوكيشن ده هيقابله امر محطوط فيه اصلا اللي هو ايه؟ واحد معناها ان ده اندايركت مود معناها ايه يا جماعه؟ اندايركت مود وعندنا مين يا جماعه؟ برانش عندنا ايه؟ برانش يعني هنقل الكنترول الادرس ريجستر بتاعي اللي هو 000 ليس هو ده العنوان اللي هيتحط في الادرس ريجستر الجديد لكن العنوان اللي هيتحط في الادرس ريجستر الجديد اللي هو مين؟ البروجرام كاونتر اللي هو كان موجود ايه؟ قبل كده اللي هو كان موجود كده ايه؟ قبل كده يبقى انا رجعت تاني لايه؟ للموضع اللي كان المفروض يبقى ايه؟ عندي. وصلت الحته دي؟ وبعد كده اعمل ايه؟ كده انا خلصت اجراءاتي لازم ارجع الار بيساوي زيرو وارجع الانيبل يبقى بيساوي زيرو عشان يمنع حدوث انتربت جديد وابدا السايكل بتاعي من اول وايه؟ وجديد اللي هيحصل فيها ان خلاص ده بقى معلوم عندي ويبدا يمشي ايه بشكل عادي نقولها من تاني يا شباب نقولها من تاني حاضر بس يا ريت تركزوا معايا ولو في اي استفسار تطرحوها مع بعض من تاني انا قلت علشان انفذ الاوامر جوه البيزك كمبيوتر في مجموعه من الاجراءات او اسلوب التعامل مع الاوامر هيتم ازاي هعرف منين اذا كان ميموري ريفرنس اعرف منين اذا كان انبوت اوتبوت ريفرنس اعرف منين اذا كانت ريجستر ريفرنس صح كلام قلنا الكلام ده بيتم من خلال مجموعه من الكلوك سايكلز بيحصل خلالها مجموعه من المايكرو اوبريشن في حتى مشكله في دي يا شباب وقلت ان في اجراءات عاديه واجراءات استثنائيه يعني ايه الاجراءات العاديه معناها ان انا بعمل الفيتش والديكود والاكسكيوت عند التايمنج اللي احنا اتكلمنا عنها وشرحناها بالتفصيل في المحاضرتين الماضيتين اللي هي يحصل ايه عندها؟ يحصل عندها ان البروجرام كونتر يحط محتوى في الادرس ريجستر. الادرس ريجستر هيساوي المكان في الميموري هذا المكان اللي في الميموري فيه الانستراكشر اللي انا عايزه. الانستراكشر بتاعي هيتعمل له ديكود من خلال ان البيت رقم 15 هتروح للاي بيت عشان يعرف اذا كان دايركت ولا اندايركت. هيروح محتوى اللي هو ال 12 و13 و14 الى الديكودر بتاعي اللي هيعرفني اذا كانت الدي نوت هي اللي هتبقى اكتف ولا الواحد ولا الاثنين اللي جيت دي 6 في اي اشكاليه دي اجراءات عاديه خالص فيتش اند ايه ديكود بس لو قلت لك هذه الاجراءات لابد انها تحدث في حاله عدم وجود انتربت حاله ايه يا جماعه عدم وجود انتربت عشان كده قلت لك ان الانتربت ممكن يحدث عند اي كلوك سايكل عدا الكلوك سايكل الخاصه بالفيتش والديكود عشان قلت الكلام ده عشان كده هتلاحظ معايا ان انا كنت في المحاضره اللي فاتت بس بدون تفاصيل كتبت لك قصادها ايه يا جماعه ار كومبلمنت ار كومبلمنت ار كومبلمنت ار تي كومبلمنت ار تي نوت كومبلمنت معناها ان الكلوك سايكل تي نوت مش كده في حاله عدم حدوث انتربت لان لا يمكن حدوث انتربت اثناء المرحله دي في اي اشكاليه كده يا جماعه ها ار كومبلمنت تي 1 ار كومبلمنت ايه تي 2 وبعد كده نبدا في عمليه الاكسكيوت صح الكلام ولا انا غلطان
تفضل عليك بس بالله عليك تفعل معي هي في اي اشكالات دي. طيب انا هعرف منين اذا كان في انترابت من عدمه؟ من خلال التشيك على الفلاج بتاع اللي احنا سميناها الار ايه يا جماعه؟ الار فلاج. الار فلاج دي فليب فلوب بتحتمل ان يكون جواها ايه؟ ايه يا صفر يا واحد. طب مين اللي كان سؤال اخونا الفضل كان اسمه ايه؟ ابراهيم. اخونا ابراهيم سال السؤال ده، مين اللي يعملها الست؟ مين اللي يعملها الست يا دكتور؟ مش انت سالتني السؤال ده؟ قلت له اللي يعملها الست والست الكنترول سيجنال. قال لي الكنترول سيجنال دي هتيجي منين؟ نسال السؤال التاني، ومتى يحدث انترابت؟ مش هو ده الكلام اللي انا بدأته؟ انا برتب لك اللي انا بقوله في نص ساعه اهو عشان تبقى انت منظم معايا. حتى هذه اللحظه في اي مشكله يبقى ابراهيم نقلنا الى منطقه ومتى يحدث انترابت. انا قلت هعرف منين انترابت؟ اقول لك من الار فلاج. هعرف منين الانترابت يا شباب؟ ها؟ من الار فلاج. طيب الار فلاج هتبقى سيت اور ريسيت، هعرف منها اذا كانت انترابتد اور نوت انترابت. صح الكلام؟ يبقى هنا في حاله الار اذا كانت از ايكوال 1، الار از ايكوال ايه؟ 1. هبدا اخش في اجراءات استثنائيه، مش موضوعنا دلوقتي هذه الاجراءات الاستثنائيه. صح الكلام؟ لكن كيف تكون 1؟ هو ده سؤال ابراهيم. صح الكلام؟ هعملها 1 ازاي؟ قلت لك هتبقى، نرجع للعرض اللي انا قلته من تاني، هعيده تاني في الاعاده افاده، يحدث الانترابت في اي كلوك سايكل عدا ايه؟ نفي ولا اثبات؟ نفي. عدا كام؟ تي نوت، تي 1، تي 2. يبقى انا هعمل هنا تي نوت ولا تي نوت كومبلمنت؟ تي 1 ولا تي 1 كومبلمنت؟ تي 2 ولا تي 2 كومبلمنت؟ يعني لو انا كنت في الكلوك سايكل 2 معناه ان تي 2 بكام؟ 1. معناه ان دي كام؟ 0. معناه ان الانترابت سايكل بكام؟ بزيرو. يعني ما اقدرش اعمل انترابت. صح؟ الانترابت سيجنال هتبقى بزيرو. صح الكلام ولا انا غلطان؟ بمعنى اول كلمه اهو، يحدث الانترابت ها في اي موضع يا سلمى في اي كلوك سايكل عدا تي نوت تي 1 تي 2. في اي اشكاليه كده؟ في اي اشكاليه كده؟ معايا يا منو؟ معايا يا محمود؟ معايا يا شاب؟ عظيم جدا. دومن ادي اول حته في الكنترول سيجنالز بتاعتي. خلاص؟ اما الاقي تي نوت تي 1 تي 2 معناه ايه ده؟ الراجل ده جاب هنا ليه؟ جاب هنا امير ليه؟ لان هنا عندي الكلوك سايكل تحدث في اي موضع، اي في اي كلوك سايكل، قصدي الانتربت تحدث في اي كلوك سايكل عدا تي نوت تي 1 تي 2 تي 1 نوت كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت. في اي اشكاليه؟ رقم 2 لابد ان يكون في مجال لحدوث انتربت. وضربت مثال اجتماعي اما قلت لك لو انا بقول لك يا جماعه انا مصغي الاقتراحات. يبقى اذا اي حد داخل هذه القاعه من حقه انه يرفع ايديه ويطرح اقتراح. بنتكلم ساعه اثنين نص ساعه 10 دقائق، بعد كده يا جماعه نقول ايه؟ خلاص احنا وصلنا لقناعه محدده، قفلنا باب المناقشه. يبقى ما قلت انا استطيع ان انا اسمع اقتراحك، كنت بديك فرصه لحدوث انترابت. يعني او بمعنى ادق بنقل المايك لك، بقول لك ايه؟ اتفضل حضرتك اتكلم. صح الكلام؟ يبقى هنا لو اي حد وقف وراح جاي قال لي انا عندي اقتراح 1 2 3، مش معقول كده من البداهه ان انا اقول له ايه اللي خلاك تتكلم؟ هيحصل كده؟ ده المنطق؟ اذا هيبقى في ايه؟ اذان صغيره للكلام اللي بيقوله. كذا الحال هنا في، طبعا لو انا قلت قفلت باب المناقشه معناه ايه؟ ان اي حد هيطلع ويجي يتكلم اقول له حضرتك الموضوع بالنسبة لنا انتهى. صح الكلام ولا غلطان؟ مفهوم المفصل الاجتماعي ده تعالى نطبقه انترابت. هنا يبقى لازم يكون عندي فلاج تقول في امكانية لحدوث انترابت بس يكون في الكلوك سايكل عادة تي نوت وتي 1 وتي 2. صح الكلام؟ ولا مفيش امكانية؟ يبقى انا عندي حاجة اسمها الانترابت انيبل فلاج. انترابت انيبل ايه؟ فلاج. يعني لو انترابت انيبل فلاج ست معناها ان ان حدث وفي اجراءات تستلزم حدوث انترابت انا هسمح بيها. وريت دلوقتي يا حبيبي مفهومه؟ اتفضل عليها يا حبيبي بصدق. مفهومه؟ طب ان انا قافل على الانترابت انه يحدث، يعني الانترابت فلاج بتاعتي مالها؟ ست اور ست. يعني لو حدث بالفرض ان حاجه متطلقه مستلزمه حدوث انترابت يمكن يحدثه؟ علشان كده هتلاقي حاجه، هتلاقي الانيبل، خد بالك يا ابراهيم، هتلاقي الانيبل فلاج لا يمكن انها تكون ست خلال تي نوت تي 1 وتي 2. حتى لو هي بقت ست، واخد بالك؟
مش هيفتح ديسك انترابت. يبقى هنا خلال تي نوت وتي 1 وتي 2 هلاقي انيبل باي ديفولت معمول له ايه يا جماعه؟ زيرو ديسيبل. عكس كلمه انيبل انا بعمل ايه يا جماعه؟ ديسيبل. ديسيبل يعني ايه؟ ديسيبل لاجراءات الانترابت. وصلت انا لسه؟ اتفضل يا فندم. مش هيحصل بقى ابراهيم، انا لسه بطلع عليك دلوقتي. مش هيحصل، ما هيبقى في خلل في الديزاين. ما انا مش قلت يا ابراهيم ما تقوليش ماذا لو حدث ان الار فلاج بقت ست اثناء التي نوت تي 1 وتي 2؟ امال دي وظيفتها ايه؟ ان انا بعمل ديسيبل الانترابت. يبقى انا عندي شرطين لازمين، اف اند اونلي اف، الاثنين مع بعض. ايه الاثنين مع بعض؟ ان انا ما بقاش في الكلوك سايكل تي نوت تي 1 تي 2، وان يكون الانيبل انتربت انيبل سيتد. خلاص. طب افرض ان انا في تي نوت وتي 1 وتي 2 باي ديفولت على طول لازم الانيبل تكون ايه؟ ريسيت، عشان يعمل ايه؟ ديسيبل الانتربت. كده واضح ولا لسه؟ بالله عليك رد عليا، واضح يا شباب كده ولا لا؟ يبقى اذا في اجراءين لازم او في يعني حاجتين متلازمين مع بعض، عشان كده عملت ما بينهم ايه؟ عارف لما اقول كذا او كذا يعني في امكانيه لحدوث دي او حدوث ايه دي، صح الكلام؟ يبقى او كده انا قلت ايه الشرطين دول مع بعض، ان انا اكون يا جميل في كلوك سايكل بره تي نوت وتي 1 وتي 2 في اي شكل كده، صح؟ يعني ممكن في تي 3 ممكن بكون في تي 4 لغايه تي كام؟ 15. في اي اشكاليه؟ ايه تاني؟ ويكون امكانيه حدوث الانترابت وارده. طب وانا اعرف منين اذا كانت وارده ولا غير وارده؟ من الانترابت فلاج. اذا كانت ست معنى كده ان المايكرو بروسيسور بيسمح بحدوث هذا الانترابت. اذا كانت ريسيت معناها ان حتى لو في امور تستلزم انترابت انا مش هسمح بهذه الايه؟ الاجراءات انها تحصل. وصلت؟ المفهوم الاجتماعي اللي انا قلته مثال اجتماعي منطبق على الشرح اللي انا قلته كده ولا بعيد؟ فاهمين كده يا شباب؟ حتى هذه اللحظه في اي مشكله؟ بالله عليك انا بعيد وازيد عشانك، ارجوك ما تظلمنيش معاك بانك ما تبقاش صريح معايا. لازم انت تبقى صريح معايا، لو مش فاهم قول لي، مش هزق من هذا الامر اللي جيت مع حضرتك، اصل ان ربنا يوفقني ان انا اصل للفظ يوصلك للي انا عايزه. وصلت ولا لسه حبيبي؟ عظيم جدا. كده انا ايه؟ كده انا لسه ما عملتش انطباق. انا كده مهيئ لحدوث انطباق. طب امتى يحدث الانطباق؟ من عناصر. عناصر هي اللي هتسبب الانطباق. ايه هي؟ عندي عنصرين واضحين جدا. عنصر ان في كاركتر موجود في الانبوت ريجستر. يعني حضرتك رحت ضاغط على الوحده المفاتيح بضغطه. الاسكي كود بتاعها اتنقل على الانبوت ريجستر. الانبوت ريجستر ده عايز ينقل المحتوى بتاعه جوه الاكيوميليتور. ده اجراء استثنائي ولا مش استثنائي؟ هيقوم حادث انترابت. حادث ايه؟ انترابت. يحصل انترابت يعني ايه؟ هيعرف منين بقى ان حضرتك، خد بالك ان اسئلتي اهي تيجي، هيعرف منين ان حضرتك ضغطت على لوحه المفاتيح ان الاف جي اي فليب لوب مالها؟ واحد. يعني اول لما حضرتك تضغط على لوحه المفاتيح هيتنقل الاسكي كود يا وليد في الاف في الانبوت ريجستر، وعلى طول يحصل ايه؟ الاف جي اي تبقى بكام؟ بواحد. يبقى لو تصادف ان حضرتك ضغطت على لوحه المفاتيح في اللحظه خلاف ايه؟ تينوت. خلاف ما قلتش في لحظه التينوت، خلاف التينوت والتي 1 والتي 2 مع تفعيل الانترابت انيبل وحضرتك رحت ضغط على لوحه المفاتيح بقى دي بكام؟ بواحد. واحد في واحد في واحد بقى الار بكام؟ بواحد. معناها ان انا عندي انترابت سايكل لازم امشي فيه. وصلت كده ولا لسه يا شباب؟ مفهوم. وصلت؟ ها؟ وصلت شباب اخر الورد؟ حسام معايا؟ ها؟ في اي استفسارات؟ رد عليا حبايبي بصدق. في اي استفسارات؟ روماني فاهم؟ عظيم جدا. كده هيحصل انتظار. طب في امكانيه اخرى؟ ان يكون الاكيميليتور عايز يطلع كاركتر على البرنت. مش كده؟ طيب هنا الكاركتر هيروح على فين؟ على الاف جي ها؟ او اف جي ايه؟ او اوت. يبقى الاف جي او مش هتبقى ست امتى؟
الا اما يبقى الكاركتر بتاعك اللي هو في الاكوميليتور عايز تبعته على البريندر فيقوم باعت الكاركتر ده على الاوبوت ريجستر. اول لما الكاركتر يوصل يعالي للاوبوت ريجستر يحصل سيت لمين؟ في جي او. لو كان الامر ده حدث في اللحظه خلاف التي نوت والتي 1 والتي 2 يبقى ده بواحد، واللحظه اللي يكون فيها الانتربت انيبل مسموح به يبقى دي بواحد، يحدث انتربت كده. وصلت ولا لسه حاجه؟ فايش كده يا جماعه؟ طيب اما يحدث بقى انتربت يبقى مش انا اللي بقى، يبقى انا يبقى الكنترول سيجنال هي اللي بتعمل السيت يا ابراهيم وهي بتعمل كده. اسالك الجواب بصدق. طيب اما يحصل انتربت ايه الاجراء؟ اجراءات استثنائيه. اجراءات استثنائيه يعني يا عم الحاج ايا كان الوظيفه اللي انت عايز تعملها لاحقا اجلها شويه. اجلها ايه؟ شويه. طب اجلها شويه يعني ايه؟ يعني النكست انستراكشر هيتوقف للحظات يتم فيها انتقال الكاركتر من الايموت ريجستر للاكوميليتور او الكاركتر اللي بعت الاكوميليتور على الايموت ريجستر للبرينتر. في اي اشكاليه كده؟ طب الاجراءات دي هتعمل ايه؟ هينقل الكنترول كونديشنز بتاعته في حته ثانيه خالص في المومنت. يبقى انا كنت موجود في حته ما هنا ايه وليكن 3 0 اي اتش، ده كان النكست انستراكشر. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ ده اللي كان محتوى البروجرام كاونتر لحظتها 3 0 اي اتش. في اي اشكاليه يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. ها انا المفروض بعد ما انتهي من الكارت انستراكشر المفروض هنفذ الامر اللي هنا، صح الكلام؟ ده بالتسلسل. فانا هعمل امر استثنائي. فاول حاجه بالامر الاستثنائي عايز تعمل ايه في النكست انستراكشر ده؟ عايز ترجع له اما خلص الاجراءات الاستثنائيه، صح ولا غلط يا شباب؟ اتفضل يا حبيبي. اه طب ارجع له يبقى لازم اخزنه. لازم ايه؟ اخزنه، صح الكلام؟ اول حاجه عايز اخزن ده في الميموري لوكيشن. في اي موضع في الميموري لوكيشن؟ لا، اللي عمل الديزاين قال لنا انا هخزن هذا الاجراء هذا المحتوى في الميموري لوكيشن رقم كام؟ صفر. حاجه ان ده ايه؟ خلاص؟ يبقى انا ممكن ان انا اعدل ده مش هتعدل، انت لازم يبقى الاجراء كده. لان هو قال الانتربت سايكل هعمل فيه الاجراءات التاليه وراح جاي محددها. راح جاي من يا جماعه؟ محددها، يبقى ماليش ان انا اتدخل. هو اللي عمل الديزاين. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ يبقى اول حاجه عايز ينقل هذا العنوان، اول اجراء اهو عايز ينقل هذا العنوان في مكان يخزنه فيه بصوره مؤقته في اللوكيشن كام يا جماعه؟ زيرو. فاي مشكله في الاجراء ده يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. ليه انت بتعمل الاجراء ده يا حسام؟ علشان يا دكتور هما خلص الاجراءات الاستثنائيه عايز ارجع تاني لمين؟ لهذا المكان. صح الكلام؟ صح الكلام يا رجاله كده؟ ها وصلت؟ عظيم جدا. تعال نشوف الاجراء بقى هيبدا بايه. يا عم عايز انقل البروجرام كوانت في الميموري لوكيشن زيرو. السؤال في اتصال مباشر بين البروجرام كوانتر والميموري؟ لا، هيتم من خلال وساطه. الوساطه دي فاكرين لما كنا بنقول عندنا انترنال ريجستر من ضمنها حاجه اسمها تمبوري. يعني ايه كلمه تمبوري؟ يعني انا هخزن معلومه ما بصوره مؤقته عندك شويه. ايه المشكله؟ طيب هل هناك اتصال بين التمبوري ريجستر والميموري؟ ايوه في، واخد بالك؟ ان لو بصيت في الرسمه بتاعتك الاولانيه اللي احنا كنا رسمناها المحاضره اللي فاتت هتلاقي التمبرور ريجستر اهو بيودي اللي هو كان رقم 6 بيودي في الكومن باس وبياخد من الكومن باس. معناها ان انا ممكن اخلي الميموري تبقى ايه بالنسبه له؟ ديستنيشن. ممكن اخلي الميموري تبقى بالنسبه له ايه؟ ديستنيشن. وعليه عملت الاتش. واخد بالك؟ انا عايز اخزن في الميموري لوكيشن رقم 0 يبقى لازم اعنون هذا الادرس. صح الكلام؟ واللي بيعنون هذا الادرس هو حاجه اسمها الادرس ايه يا شباب؟ الادرس ريجستر. في اي اشكاليه يا شباب؟ يبقى لازم محتوى الادرس ريجستر يكون بكام يا جماعه؟ بزيرو. في اي اشكاليه كده؟ رد عليها باين. عظيم جدا. خلاص. يبقى اول اجراء هعمله بقول طبعا هنا بقول هنا اهو في الرسمه بس هنا انا كتبتها بالاسكي. هنا بقول اعمل كلير، ده معناها اعمل كلير للادرس ريجستر. ابراهيم هيسالني هعمل كلير للادرس ريجستر ازاي؟ قلت لك ان انا عندي الادرس ريجستر في
عندنا كذا كنترول سيجنال، في عندنا كلوك مش كده، وفي عندنا ايه اللود، وفي عندنا ايه شباب الكلير مش كده. يبقى انا هعمل سو كام سو زي، يبقى انا كده قدرت اشاور على المومر ريبليكيشن حتى لو زيرو. خلاص يا جماعه، يبقى دي اول مايكرو اوبريشن عندي كده. انا بايد مهيئ ان اي حاجه اي اتصال بالميموري هيبقى مع الليفيشن زيرو، سواء للقراءه او للايه يا جماعه او للكتابه. قلنا الهدف ان انا انقل محتوى البروجرام كوانتر فين حته في هذا الموضع من خلال التمبرير ريجستر. عشان كده قلت الماجر اوبشن الثانيه اهي، بروجرام كوانتر از سورس والتمبرير ريجستر از ديستنيشن. يبقى انا معناها انقل محتوى البروجرام كوانتر الى ايه يا جماعه؟ الى التمبرير ريجستر. فايه الاشكاليه كده يا جماعه؟ كده اصبح ان التمبرير ريجستر او العنوان بتاع النكست انستراكشن موجود حاليا في التمبرير ريجستر. في اي اشكاليه؟ بعد كده بقول له انقل محتوى التمبرير ريجستر في ناحيه فور ميموري لوكيشن رقم كام؟ زيرو. يبقى انا كده امكن ان انا انقل كام كده في الخطوه دي اول ما تتم؟ يبقى اللوكيشن ده في كام يا شباب؟ 3 0 ايه؟ 3 0 ايه يا جماعه؟ ايه؟ بس دول 12 بت يا دكتور، والميموري لوكيشن كام بت؟ 16 بت. واحنا قلنا مع بعض ايه اللي هيحصل؟ هنزود هنا كام يا جماعه؟ زيرو. لان احنا قلنا ان لما يجي البروجرام كاونتر يحط محتواه على الكومن باس هيزود زيرو فين؟ في الليست النص سكند ليفل مش كده؟ ويبقى هنا كده الداتا بتاعتي تبقى كام؟ 16. صح الكلام يا حبايبي؟ في اي اشكاليه كده؟ يبقى المكان ده اصبح فيه 0 3 0 ايه؟ في اي اشكاليه؟ كده يبقى انا عملت ايه؟ نقلت محتوى البروجرام كاونتر اللي هو بيشاور على النكست انستراكشن في اللوكيشن 0. في اي اشكاليه؟ فاهم الشكل كده يا جماعه؟ ده الاجراء الاولاني. كده معناها ستور ذا كونتين اوف بروجرام كوانتر ما بين قوسين او ما بين دبل كود اللي هو الادرس اوف نيكست انستراكشر فين حته يا جماعه؟ ان لوكيشن كام يا شباب؟ زيرو. في اي اشكاليه يا شباب؟ كده مفهوم يا شباب؟ بص عليا يا حبايبي. طب ايه؟ انا عايز بعد ما اخلص الاجراءات دي اعمل ايه؟ ارجع للاصل. واخد بالك؟ طب انا هرجع للاصل ازاي؟ لازم يكون في اسمبلي كود يكون موجود ينقلني. صح الكلام؟ اتفقنا مع بعض فيما مضى لما كنا بنتكلم في الميموري ريفرنس، الميموري ريفرنس اللي احد اوامرها البرانش. احنا خدنا سبع اوامر، خدنا الاند والاد وال ستور، فاكرين الستور واللود اكيوميليتور، ومن ضمنها كانت عندنا امر اسمه ايه يا جماعه؟ برانش، انكونديشنال برانش. انكونديشنال برانش يعني ايه؟ يعني انتقال الى الموضع بدون شرط. الانتقال الى الموضع بدون ايه يا جماعه؟ شرط. بس ذكرتك ان اي ميموري ريفرنس في عندي خانه اسمها الاي بت. صح كده؟ احتمال انها تكون زيرو في حاله الدايركت مود و1 في حاله الاندايركت مود. صح الكلام؟ خد بالك يا باجي. فاذا كانت الاي بت بتساوي زيرو معناها ان لو انا هنا حاطط امر برانش هنا، لو انا عندي الاي بت بتساوي زيرو معناها ان الادرس مش هو ده الفورمات بتاع الاستراكشر. عندي اي بت توب كود وادرس في الميموري ريفرنس في الايه؟ في الميموري. فهنا لو الاي بيساوي زيرو معناها الادرس اللي هيبقى مصاحب للبرانش هيتحط مباشرة في الادرس ريجستر. صح الكلام ولا غلطان؟ وضع لها باين صح الكلام؟ كده برضه؟ طيب ماذا لو كانت الاي بيساوي واحد؟ معناها ان ده ادرس هيشاور على ميموري لوكيشن معين. صح الكلام؟ هذا الميموري لوكيشن جواه ادرس، هو ده اللي هبدا احطه في الادرس ريجستر ولا هو ده اللي هروح له تاني؟ رد عليا، هروح له في حته ثانيه صح؟ اللي جواه هيبقى الايه؟ الافكتيف ادرس. صح الكلام؟ وده سميناه ايه يا جماعه؟ الدايركت ادرس. ده سميناه ايه؟ الدايركت ادرس. عشان كده لازم يكون اللوكيشن التالي على طول ده هو اللوكيشن زيرو
لازم يكون في unconditional branch بس من النوع الاندايركت، بس من النوع يا جماعه الاندايركت. في اي شيء كده عشان كده هتلاحظ ان انا حاطط هنا واحد قبل البانج قبل الامر برانش، واحد قبل الامر يا جماعه برانش. يعني لو احنا الامر برانش كان الامر رقم كام في الامر بتاعنا؟ تعالى نشوفها كده، كان كام يا جماعه؟ رقم كام؟ كان رقم أربعة. الامر برانش ده رقم أربعة في الليسته بتاعت الميموري ريفرنس. يعني هنا لو كان هتلاقي هنا هيتحط كالاتي، أربعة معناها هنا 0 0 1. خد بالك بقى هنا هحط دايركت هحط واحد، ده الاوبريشن كود اللي انا بتكلم عنه. خد بالك هنا انا عايزه ان دايركت، فعشان كده اللي هي الواحد دي معناها الخانه بتاع الاي بيت فيها كام يا جماعه؟ فيها واحد. من قبل الكود هو اللي هو كام يا جماعه؟ 100 اللي هو البرانش اللي هو الامر رقم اربعه في الليسته بتاعت الممري ريفرنس. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه كده؟ طيب الادرس اللي هنا هو الادرس اللي انا عايز ارجعه تاني لمين؟ في الممري اللي هو يبقى فيه ايه؟ المحتوى ده. خد بالك؟ فخد بالك لو انا حطيت هنا 0 0 0 لغايه ما نوصل ل 12 0 اي شباب جه دلوقتي كده معناه ان انا بقول له حط محتوى ده في الادرس ريجستر. خد عليا يا حبيبي. لا ما الان بقى احط ايه؟ المحتوى اللي جواه هذا العنوان. صح الكلام؟ ليه انت قلت الكلام ده؟ عشان يا حامد هنا الاي بي بكام؟ واحد. عشان هنا الاي بي بكام؟ واحد. عشان كده انا عايز انقل الكنترول من اللوكيشن 0 للوكيشن 1. صح الكلام ده اول اجراء. عشان كده هنا قلنا بعد ما اطمننا في الاجراء ده عملنا ستور ذا كونتين بروجرام كوانتر في الميموري لوكيشن 0، اصبح لو امكنني تعديل محتوى البروجرام كوانتر ما عنديش اي حاجه تقلقني. ليه؟ خلاص لان محتواها انا ايه؟ حفظته. صح الكلام؟ وعليه رحت انا عامل كلير لمين؟ للبروجرام كاونتر. واحد يقول لي يا دكتور طب منين الاستراكشر؟ ما تقلقش موجود فين حته؟ اللوكيشن 0 في اي اشكاليه؟ وبعد كده عملت انكريمنت لمين؟ بمقدار واحد اهو. يبقى انا كده شورت على انا اللوكيشن يا شباب؟ لوكيشن واحد. اللوكيشن رقم كام؟ واحد. في اي اشكاليه كده؟ يبقى الاجراء الاولاني نقلت البروجرام كاونتر، الاجراء الثاني نقلت الكنترول للوكيشن رقم واحد. في اي اشكاليه؟ طيب اللوكيشن واحد ده تحديدا في ايه يا دكتور؟ تحديدا في البرانش انكونديشنال برانش اللي من النوع الاندايركت مود. وفي الادرس بتاع مين؟ لوكيشن 0. يعني بعد ما العمليه تخلص النكست انستراكشر بعد الاجراءات بقى اللي هو هيعملها في الانتربت النكست انستراكشر هيبقى ده. صح الكلام؟ رد عليا يا حبيبي. اللي هو هيبقى ختام دائما وابدا ختام انترابت سايكل. ختام ايه يا جماعه؟ انترابت سايكل. هيبقى الامر ده. الامر ده هيقوم عامل ايه؟ هيخلي الميموري لوكيشن الكنترول الادرس ريجستر هيشاور على مين؟ على اللوكيشن ده، بس مش هيعتبر ده الافكتيف ايه؟ ادرس. هيقوم جاي بعد كده واخد مين؟ ال 0301 ايه دي؟ ال 030 ايه؟ يحطه فين؟ برجر كونتر. فين؟ الادرس ريجستر. يبقى اصبح الخطوه دي تمت ولا ما تمتش؟ اللي هي كان المحتوى بتاع البروجرام كاونتر للنكست انستراكشن بقى موجود فين لحد دلوقتي؟ يرجع يعمل له فيتش ديكود اكسكيوت اند سو اون. وصلت ولا لسه؟ طب بس لحظه يا عم وصلت كده ولا لسه يا شباب؟ وصلت. طب وبعدين يا دكتور؟ مش الاجراءات تمت؟ وانتهينا منها؟ يفضل الارب واحد ويفضل الانتربت ينقل بواحد؟ يبقى يعمل ايه بقى؟ كبير. يعمل ايه يا جماعه؟ كبير للانتربت ريجستر للانتربت فلاج. ويعمل ايه يا جماعه؟ كبير للانتربت انيبل. عشان كده رحت عامل ايه بقى؟ هنا اهو في الاجراءات انتربت انيبل يساوي 0. هنا معناها ان انا اعمل ريسيت للفلي فلوب بتاعت الانتربت اللي بتسمح بحدوث انتربت. هنا هعمل ريسيت للفلاج ريجستر الفلاج بتاعت الانترابت.
اللي هي اللي انا قلتها لازم ايه اللي انا هتشيك عليها في الايه المراقب. يبقى انا جيت هنا خلاص على طول حصل هنا نقل للايه للادرس في الادرس ريجستر يحصل الفيتشر بيكون الاكسكيوت ويمشي اجراءات عاديه. دلوقتي انا بعد ما خدت النكست عنوان النكست انستراكشر حطيته في الادرس. انا ما قلتش ان انا خدت عنوان النكست انستراكشر ده بعد انا قلت ان بعد اجراءات الانتراب دائما وابدا هتنتهي بايه يا جماعه بان كونديشنال بانش اللي هو كام يعني هات اللي ايه الاجراءات بتاعت الانتراب ما هي برضه الاجراءات لها عنوانها لا ايه عنوانها بس تخص مين الانتراب اخر امر اني على مين على مين يا جماعه على اللاين ده اللي هو ايه اللي الادرس بتاع الادرس ده اللي هو محتوى الدور رقم 5 دلوقتي متغير معرفش يعني نيكست انستراكشن بعد الانستراكشن ده مش هيبقى هو ده هيرجع لي النورمال بقى النورمال ده هيبقى فيه الاوامر اللي تظبط بيها البروجرام كاونتر بتاعي يعني هو البروجرام كاونتر كان اول 3 0 دي بس انا ما بشرحش الانترابت دلوقتي الانترابت دي اجراءات معينه انا فاهمها بس ما حدش وقتها للتفاصيل بتاعتها طب قصدي يعني هناك اجراءات لازم الانترابت ده مش عايز اتكلم في الانترابت لان ده شابتر كامل الانترابت ده لازم يتقال حاجه اسمها يعمل ريتيرن ادرس ريتيرن ايه يا جماعه ادرس دي تفاصيل كتيره تختلف على حسب النوع الانترابت اللي انا هتعامل معاه معايا فمبدئيا كده انا بعرفك السايكل بتاعتي اما التفاصيل الكامله ده في شابتر كامل هندرسه لاحقا بعد الشابتر اللي جاي بنتكلم فيه عن الانترابت سواء كان هاردوير انترابت او سوفت وير انترابت كلاهما لازم ينتهي بامر اسمه ريتيرن ادرس اسمه ايه يا جماعه ريتيرن ادرس هنا انا مش هحرك دلوقتي وصلت للادرس بس تفاصيل الانترابت مش ده الموضع بتاعها دلوقتي مش ده الموضع ايه يا جماعه بتاعها دلوقتي ليه لان انا لو اتكلمت فيها هغرق فيها دلوقتي وهيطلعك من المعنى اللي انا عايزه اللي هو معنى الديزاين بتاعنا هيتم ازاي وصلت شباب كده شباب محاضرتين قاعد اتكلم فيهم بيجمعهم جواه كل الكلام النظري اللي انا طرحته في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها موجوده في الجدول ده هتلاحظ اول حاجه ان الانتربت مش موجود الاول كان ابراهيم قال لنا فين ابراهيم تقول لي طب انا رايح نفسي ليه طب ما انا ابدا الانتربت الاول وبعد كده ابدا اعمل اكسكيوت قلت لك الكلام اللي انا بقوله مترابط مش متفرق قلت لك ان الانتربت لا يمكن ان يحدث في الفيتش اند لوب صح الكلام فهتلاحظ مبدئيا كده ان الكلام اللي احنا بنقوله مش متعارض، مبدئيا هتلاحظ ان الانتربت جاي بعد مين يا شباب؟ بعد الفيتش والايه؟ والدخول. بعد الفيتش والايه؟ والدخول. يبدا امكانيه حدوث الانتربت، الكلام اللي انا كنت شرحته النهارده. معايا؟ اما قلت لك ان الانتربت لن يحدث الا في اي كلوك سايكل عدا الكلوك سايكل تي نوت وتي 1 وتي 2. اللي هم بتوع مين يا جماعه؟ بتوع الفيتش وتي يا جماعه؟ كلام منظم اهو صح الكلام؟ وعليه قلت لك تي نوت كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت صح الكلام؟ وقلت لك ان الانتربت لن يحدث الا اذا كان هناك في سماحيه لحدوث انتربت، يعني انا فعلت الانتربت انيبل اللي انا خليته جواه. طب لو انا في اثناء الديكود والفيتش هيبقى بعمل ديسيبل للانتربت سيبوا الانتربت يعني الانتربت هنا يقول بكام؟ بكام؟ المفروض طلعها بقى ما احنا قلناها الكلام بزيرو بايه يا جماعه؟ بزيرو بعد وجوه بعد خلو الكلوك سايكل من تي نوت وتي 1 وتي 2 وبعد تفعيل الانتربت انيبل اذا حدث وكان في كاركتر موجود في الانبوت ريجستر او كاركتر موجود في الاوت ريجستر يمكن حدوث انتربت يمكن حدوث ايه يا جماعه؟ انتربت في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ عشان كده هنلاحظ هنا ان الار كومبلمنت ار كومبلمنت ار كومبلمنت في الثلاث سطور اللي ورا بعض ار كومبلمنت تعني ان هنا في هذا التوقيت لا يسمح بحدوث انتراب وعليه لازم يبقى انتراب اللي هي الريجستر اللي انا مستدلي منه على حدوث انتراب من عدم اللي هي الار فلاج الار فلاج لازم تكون ايه يا جماعه؟ ست اور ريست ريسيت يعني ار كومبلمنت يعني ايه يا جماعه؟ ار كومبلمنت يبقى عشان كده في البرن اكسبريشن اللي هتوصف الباك اوبريشنز دي اقول ار كومبلمنت اند تي نو هعمل بدايه البيتش هحط البروجرام غلطه في الادرس ريجستر شرحنا الكلام ده قبل كده ار كومبلمنت اند تي 1 هبدا اوزع بقى هبدا افتح بيتش
الانستراكشر اللي في الميموري ادرس ادرس باي مين الادرس ريجستر احطه في حته الانستراكشر ريجستر وازود البروجرام كونتر في كام واحد ار داش يعني برضه لازم لا يمكن يا كريم هدوس الانترابت في المرحله دي مرحله الديكود مرحله الفيتش كده خلصت مرحله الفيتش بس بدات المرحله دي يا جماعه الديكود لا يمكن هدوس الانترابت في هذه المرحله كلام واضح لازم تبقى ار داش بكده ار بكام بزيرو يعني ار كومبلمنت اديتيف مين خلاص اللي فيها هيعمل ايه هاخد الانفورميشن اللي في الاستراكشر ريجستر ووزعها يبقى البيت رقم 15 وارديها للاي عشان اعرف منها الدايركت مود ولا الدايركت مود اوكي رد على حبايبي اوكي تاني حاجه هاخد البيت من 0 ل 11 اللي هم عنوان الاوبرام او عنوان يدل على الاوبرام على حسب كلمه ايه يا جماعه الاي بيت في اي اشكاليه احطها فين حته يا جماعه في الادرس ريجستر اوكي رد عليا اوكي هنا انا ابدا اعمل بعد كده الديكود ديكود للكود يبقى انا عندي البيت 13 14 قصدي 12 و13 و14 خش على الديكودر لا 3 في 8 عشان يطلع لي دي نوت او دي 1 او دي تي 2 لقيت الدي 7 يطلع لي واحده منهم بتساوي ايه؟ هاي والباقي ايه؟ لو اللي انا هعرف منه بعد كده هنفذ الاوامر ازاي واعمل كنترول سيجنال ازاي اوكي؟ عظيم جدا كده انا انتهيت من مرحله الديكود لسه الفيتش ما خلصش لان انا عملت فيتش للانستراكشر بس لسه ما عملتش فيتش للاوبرام لسه ما عملتش فيتش للايه؟ للاوبرام عشان كده هنكمل الشغل اللي هنا ونشرح عليه جدا عشان كده هنا بعد ما حصل هنا وزعت الكلام كنت بعمل تيست على الدي 7 بعمل تيست على كام يا جماعه على الدي 7 اشمعنى الدي 7 تحديدا يا دكتور لان الدي 7 دي تحديدا لا يمكن ان هي تكون اكتف اللي في حاله واحده فقط لو انا كنت شغال في ريجستر ريفرنس او كومون ريفرنس فعشان كده الدي 7 دي لو بتساوي 0 او بتساوي 1 لو بتساوي 0 معناها ان شغاله يا جماعه ميموري ريفرنس ميموري ريفرنس انستراكشن وعليه هبدا اتشيك الاي بت بتاعتي عشان اعرف لو كانت 0 معناها ايه يا جماعه؟ طيب ايه يا شباب؟ معناها يا شباب؟ دايركت مود معناها ان الادرس اللي انا نقلته اللي هو كان موجود في الانستراكشر ريجستر اللي هو من البيت رقم 0 للبيت رقم كام؟ 11 اللي حطيته في حته الادرس ريجستر هذا هو افكتيف ادرس يعني ايه افكتيف ادرس؟ افكتيف ادرس يعني هو ده اللي بيشاور على اللوكيشن اللي جواه الاوبرا اللي جواه ايه يا جماعه؟ الاوبرا في اي اشكاليه كده؟ اه فهنا بعمل حاجه هنا؟ لا ما بعملش حاجه نصي الدو ما فيش حاجه بعملها نصي الدو ده الكلام ده امتى؟ خد بالك هنا انا وصلنا في كام؟ في 2 يبقى هنا عندي في 3 ما قلتش بقى ارداش ما قلتش ارداش خالص ليه؟ ما قلتش ليه ارداش هنا بقى اشمعنى؟ عشان امكانيه حدوث الانترابت يا ابراهيم امكانيه وارده وصل كده يا امير؟ اه ممكن يحصل انترابت في اللحظه دي اللي هي اول حاجه في الاكسكيوت ما جبتش بقى ما قلتش هنا بقى ايه؟ ارداش تي 3 لا خلاص ليه؟ لان هنا امكانيه حدوث الانترابت وارده خلاص ممكن يحصل ان واحد يضغط على كيبورد وجاي رايحه مخزنه في الريجستر يبدا انا عايز اسحب الريجستر يبقى انا عايز اعمل اجراء استثنائي قبل ما اكمل التنفيذ صح الكلام؟ اه يبقى اذا هنا nothing to do تي داش تي 3 بس هنا كان قبلها كانت دي 7 كومبلمنت ولا دي 7؟ ها؟ دي 7 كومبلمنت دي 7 ايه يا جماعه؟ كومبلمنت وهنا اي كومبلمنت يبقى اذا دي 7 كومبلمنت اي كومبلمنت دي 3 دي كنترول سيجنال جايه من ايه؟ جايه من السلكه اللي هتوصلها بالرجل رقم 7 على الديكودر ومن السلكه اللي هتوصلها بالفلاج بيت بالفلي فلوب اللي احنا سميناها اي الاوت بتاعها اللي هي الكيو ان بتاعها اوت برو
واخد بالك؟ او الكومبلمنت بتاعه الاوتبوت الاي كومبلمنت يبقى الاوتبوت الثاني. مش الفري فلوب لا اتنين اوتبوت كيو كيو ايه كومبلمنت، يبقى ده هاخد الكومبلمنت بتاعه واحطه عندي كده تمام. وعندي كمان ايه يا جماعه الكلوك بتاع الرجل رقم 3 اللي موجوده فين؟ في الديكودر 4 في 16 بتاع السيكونس كوانت دي سلو كلها اللي جايه. فاذا لو رجعت على الاند جيت هتطلع لي الاند جيت اللي احنا سميناها ار. فاكروا الكلام اللي احنا سميناها ايه يا جماعه؟ ار سيجنال. ايه الار سيجنال دي؟ ده خارج الاند جيت اللي داخلها مين؟ اللي داخلها دي 7 كومبلمنت اي كومبلمنت دي 7. وصل يا شباب؟ وصل كده؟ طب افرض عندي هنا الاي بت بتساوي كام؟ واحد. اصبح الادرس اللي موجود هنا افكتيف ولا ايه؟ ده عنوان، ده اندايركت ادرس. ايه يا ايمان اللي ده؟ يبقى العنوان بتاع الاي ار هيودينا على مكان في الميموري، صح الكلام؟ المحتوى بهذا المكان هو الايه؟ الافكتيف ادرس. محتوى هذا المكان هو ايه يا جماعه؟ الافكتيف ادرس. مفهومه الحته دي يا شباب؟ مفهومه؟ يبقى دي يبقى هنا عشان كده هنا هيبقى في حاجه عاملها. بس امتى بقى؟ دي 7 كومبلمنت اي دي 3. خلاص تمام. على فكره كانت الار دي بتاعت الريجستر ريفرنس ما كانتش بتاعت الميموري ريفرنس. كانت بتاعت الريجستر انا ممكن اسرح بلاك تتذكرها. يبقى هنا دي 7 كومبلمنت اي تي 3. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ عظيم. هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ان الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي هو ده اهو اللي احنا قلنا ان هو النوت افكتيف ايه؟ ادرس هيشاور على مكان اهو المحتوى بتاعه هو الايه؟ الافكتيف ادرس. يبقى هوديه فين حته؟ الادرس. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ يبقى ده كان دايركت ده كان ايه يا شباب؟ خد عليا يا حبايبي كده عندي تي 3. بعد كده ابدا اعمل ابتداء من تي 4 شايفين يا جماعه؟ اللي انت ببدا عند كام يا جماعه؟ تي 4 ها؟ تي 4 ها؟ تي 4 يعني الفهم ده مش معزز عن الفهم ده، مفيش معلومه عمري قلتها لك ملهاش علاقه بايه؟ بالكلمه. بس احنا دايما نحط الحاجتين قصاد بعض عشان نعمل الرابط العجيب ده. كده برضو؟ يعني عند تي 4 يبدا اعمل اكسكيوت للميموري ريفرنس انستراكشن. عند تي 4 ايه؟ بدايه الاكسكيوت بتاع ايه يا جماعه؟ الميموري ريفرنس انستراكشن. عرفنا ليه احنا بدانا تي 4 هنا يا شباب؟ بس مش بوصل عن مين؟ عن هنا. عشان هنا لو بصيت كده وانا بعمل ديكود انا لسه ما حددتش الادرس بتاع الاوبرن اللي هي لو كانت اندايركت فهو متحدد. لو كان قصدي دايركت فهو ايه يا شباب؟ عشان لو كان متحدد فهو ايه؟ لو كان قصدي دايركت فهو ايه؟ متحدد في المحتاج. طب لو اندايركت يبقى لازم اجيبه. ده الخطوه اللي انا عملتها. وصل كده يا جماعه؟ باللحظه دي انتهت الفتش والديكود. اللحظه ده اهي كده انتهت الفتش والايه يا جماعه؟ يبقى الجيت هنا اهو كان ايه يا جماعه؟ فتش اند ديكود. فتش اند ايه يا جماعه؟ وصلت؟ وده يا وصلت. بعد كده الاكسكيوت. تعالى احنا خلاص اتفقنا مع بعض ان احنا هنتكلم على الميموري ريفرنس انستراكشر في السيشن ده. عايزين نشرح الاوامر دي كلها. ليه؟ عشان اجي اعمل ديزاين بيها ابقى عارف اني هعملها ازاي. بعد ما حددت موضع الاوبرانت يبقى انا امكانيه ان انا اعمل علاقه ما بين الاكوميليتور والاوبرانت بتاعي. يبقى لازم الاوبرانت ده يبقى موجود في الميموري ولا موجود في الداتا ريجستر؟ في الداتا ريجستر. عشان كده هتلاقي ان في اي حاجه متعلقه ان الميموري اوبرانت، الاوبرانت موجود في الميموري هتلاقيه كتكرار بجمله واحده. ميموري ادرس باي ادرس ريجستر سواء كان بقى دايركت او اندايركت. لان انا هنا خلاص المرحله دي تمت هنا خلاص. في حاله الاندايركت انا نقلت الافكتيف ادرس ادرس ريجستر. في حاله الدايركت هو بالفعل اتنقل في الخطوه دي. صح الكلام يا شباب؟ اول حاجه الاوبرند بتاعي الطرف الثاني فين؟ الطرف الثاني ميموري بس الميموري يعني
مناخيرها عاليه شويه، مش بتتعامل مع العوامل لوحدها، فبتنوب عنها حد. اللي مين اللي هينوب عنها اللي هو مين يا شباب؟ داتا ريجستر. داتا ايه يا جماعه؟ ريجستر. عشان كده اي انستراكشر ميموري ريفرنس في تعامل مع الاوبرند والاكوموليتور الميموري تنوب عنها الداتا ريجستر. تنوب عنها ايه يا جماعه؟ الداتا ريجستر. يبقى هنا ها الميموري ادرس بار ادرس ريجستر. الاوبر ده اوبرند ده ايه يا جماعه؟ اوبر هيتحط فين حته؟ في الداتا ريجستر. هتلاقي هنا ده في الان في الاد يعني اد اكوموليتور على الميموري محتوى الميموري، بس الميموري هتبقى بديلها الداتا ايه؟ ريجستر. يبقى لازم انقل في الداتا ريجستر. الان دي نفس القصه الاد نفس الايه؟ القصه. يبقى لازم الميموري كونتين تتنقل وتتحط في الداتا ريجستر نفس الاجراء. هنا اللود معلومه موجوده في الميموري عايز انقلها في الاكوميليتور، ما ينفعش انقلها مباشره في الاكوميليتور، يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان الميموري دي تتنقل في الداتا ريجستر. يبقى هتلاحظوا ان اول عند تي 4 ان انا بفتش الاوبرات. واصله ولا مش واصله؟ اه طيب خلاص فهمنا يا جماعه، فهمنا النقله من تي 3 لتي 4 اللي في النص دوت مي بي يحدث ومي بي ما يحدث، ممكن يحدث وممكن ايه؟ ما يحدث. صح الكلام؟ اللي هو في الحته اللي هو ايه يا جماعه؟ الانتراب. امتى يحدث؟ قلنا السيشن الاولاني بنقول امتى يحدث؟ بسرعتين، الرتب الثاني بالله عليك لو عندك لو سؤال اطرحه. عشان ننتهي من الفيلم ده وما نرجعلوش ثاني. ماشي؟ من ثاني. هنلاقي ان اول حاجه بيتست الاول. اول حاجه المايكروسيسور بيتست الحته اللي هي اللي هنا دي سايكل ده الحته اللي هي دي اهي شايفين اللوب ده؟ ده اسمه الانترابت سايكل. انبه واقول انا في هذه المحاضره ما بشرحش انترابت لان الانترابت له ايه يا جماعه؟ باب مستقل انا تناول فيه كافه الانترابت سواء كانت هاردوير او سوفتوير. في اي اشكاليه؟ كل اللي انا بقول ان في بروتوكول لمجموعه من الاجراءات. بروتوكول لمجموعه من الاجراءات. انا بنوه عن هذا البروتوكول ما بشرحش ليه يا جماعه؟ انترابت. فاهمين قصدي؟ ايه البروتوكول؟ البروتوكول اللي من خلاله هيتعرف اذا كان في انترابت من خلال حاجه اسمها الار فلو او الار فلاج. او الار ايه يا جماعه؟ فلاج. كلمه فلاج معناها مؤشر او علم. يعني حاجة من خلالها هفهم في انترابت ولا لا. مين ده طبعا؟ أنا ممكن أفهم بالرمز لكن هو بالنسبة للكمبيوتر لازم يكون في إيه يا جماعة؟ سيجنال. لازم يكون إيه يا جماعة؟ سيجنال. عشان كده هيبقى عندي في انترابت فلاج. قصدي أر فلاج. أر إيه يا جماعة؟ أر فلاج. الأر فلاج دي بتبقى ست إمتى؟ خلاص؟ مجموعة الإجراءات الاستثنائية دي هتتم إمتى؟ هتتم لو كانت الأر بيسوح. او بمعنى ادق لو كانت الار في الفلوب الست. فايش كده يا شباب؟ طيب متى السؤال اللي كان ابراهيم قالها لي متى هيحدث هذا الانتظار؟ هيحدث هذا الانتظار في توقيت ما. التوقيت ما ده اني كلوك سايكل اكسبت الفيتش والايه؟ والديكود. طيب الكلوك سايكل بتاع الفيتش والديكود هي كام؟ تي نوت تي 1 تي 2. في اي اشكاليه؟ طيب واحد يقول لي بقى في تي 3 هنا، اقول لك دي ما تحطش قدامها ار كومبلمنت لانها بدايه دي يا جماعه اكسكيوت هناك. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ في اي اشكاليه؟ يبقى اذا عندي طالما ان مجموعه الاجراءات الاستثنائيه سوف تتم في اي كلوك سايكل في اي كلوك سايكل واضحه جدا ماشي على تي نود وتي 1 وتي 2 اللي هم خاصين بمين؟ بالفيتش والايه؟ والديكور. يبقى اذا هتلاقي هنا عندي تي نود كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت. وصلت؟ الكلام ده اند لانهم متلازمين. لانهم يا جماعه متلازمين مع كمان في حاجه متلازمه معاهم هم كمان. ايه المتلازمه؟ ان انا اكون مدي المايكرو بروسيسور ايذان بامكانيه حدوث ايه؟ انترابت. يعني لو الاسباب ما توفرتش وانا مديله الايذان مفيش حاجه حصلت. لان الايه؟ الاسباب هتبقى بصفر. يبقى مفيش انترابت. لكن امكانيه حدوث انترابت وارده في اف جي اي او اف جي او يبقى انا اذا محتاج ايه؟ اديله الاذن ان هو يستجيب لهم. اديله الاذن ان هو يستجيب ايه؟ لهم. يبقى مع ايه يا جماعه؟ مع وجود انترابت انيبل.
يعني ممكن افعل اجراءات الانترب اذا حدث ما يستوجب الانترب. وصلت كده لسه؟ رد عليها بيبي. وصلت؟ عظيم جدا. طب ما هي اسباب حدوث الانترب؟ اذا كان هناك كاركتر موجود في الانبوت ريجستر اللي هيكون مؤشرها الاف جي اي اللي هي الفلاج انبوت، او وجود كاركتر في الاوت ريجستر اللي نظرها مين يا جماعه؟ اف جي او او اوت ايه فلاج. اذا كان ده او ده معناها ان انا لابد ان انا اعمل اجراء استثنائي اللي هو ايه؟ اوقف تنفيذ الامر، اسمح بالكاركتر انه يمر سواء كان الى الاكوموليتور او الى البرنتر. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ ده معنى كلمه البول اكسبريشن اللي قدام ده، اللي هو هيترتب عليه ايه يا شباب؟ ان الار ريجستر الار فلاج ايه؟ تبقى سيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بتكلم على الار فلاج ده كانت دي فلي فلوب، دي فلي فلوب، يبقى اذا الدي فلي فلوب هيبقى البوليان اكسبريشن بتاع الانبوت بتاعها اي كومبلمنت. يعني هاخد التي نوت ادخلها على الانفرتر، التي 1 ادخلها على الانفرتر، التي 2 الثري ادخلها على الانفرتر، الكلام ده اعمل لهم اندد مع الانتربت انيبل. اشكاليه كده؟ الكلام ده كلهم اطلعهم اعمل لهم اندد مع مين؟ مع اور جيت. داخلها مين يا جماعه؟ الاف جي اي والايه؟ اف جي او. ده الهارد وير. يقوم السيجنالز اللي هتطلع من اخر اور هي اللي هتبقى الانبوت بتاع مين؟ بتاع الديف فلي فلوب. اللي هتعمل لها ايه يا جماعه؟ سيت اور ريسيت. خلاص؟ وصلت كده يا جماعه؟ يبقى هنا وانس ان لقى الار از ايكوال 1، اتمنى لو كان الكلام صح هتفهم معايا. مفهوم يا حبايبي؟ اول لما الاقي الار 1 همشي في الانتربت ايه يا جماعه؟ سايكل. الانتربت سايكل ده ايه؟ الديكيد بتاعت الانتربت. البروتوكولات اللي هيمشيها في الانتربت. الانتربت بتتعمل ازاي؟ مش موضوعنا. مش ايه يا جماعه؟ لو شطره ما نتعجلش، بعد اربع محاضرات هنبدا فيه ان شاء الله. طيب ايه بقى موضوع ايه البروتوكول؟ ايه الاتيكيت اللي هيعمله المايكروبروسيسور عشان يعمل الانتربت ده؟ اول حاجه بيفكر فيها ان انا عايز احتفظ بالموقع اللي انا انتقلت منه قبل ما اعمل انتربت. ده كلام منطقي. لما بنيجي مثلا ايه واحد يخش يا سمعت الدكتور انا عايز لك حاجه فاتحه عامل عليا انتربت، خبط على الباب كويس؟ اه يا سمعت الدكتور كذا 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 كذا، خلصته؟ باجي اقول له احنا كنا واقفين فين يا شباب؟ صح؟ مش بعض الناس او انا منهم باجي اقول لك بنسى كنت واقف فين؟ باجي بقول لك ايه؟ احنا كنا واقفين فين؟ تقول لي يا دكتور كنا بنتكلم بجد، اه طب وابدا اعمل ايه؟ اكمل. فهذا اسمه انتربت. ايه عملت مش مهم بقى اللي انا عملته مع اللي عمل لي انتربت، لكن ماذا بعد الانتربت ما انتهى؟ عايز ارجع للنقطة اللي انا كنت وقفت عندها قبل حدوث الايه؟ الانتربت. صح كلام يا حبايبي؟ مفهوم؟ رد عليا مفهوم. يبقى انا محتاج اخزن محتوى البروجرام كاونتر في اللي هو كان يحمل النكست انستراكشر اللي هو شغال. واحد يقول لي طب ما الكاونت انستراكشر شغال فيه خلاص انا عارفه هو او شغال فيه، بس النكست انستراكشر عايز ايه؟ احتفظ ايه بيه؟ ايه اللي هيحصل؟ عايز انقل محتوى البروجرام كاونتر ده في حته ثانيه في الميموري. اي حته في الميموري؟ لا. اي حته في الميموري يا شباب؟ لا. فين حته يا شباب تحديدا؟ لوكيشن زيرو. طب هو مين اللي بيشاور على اللوكيشن في الميموري؟ يبقى لازم اعمل كلير للادرس ريجستر. في حاجه دي؟ يبقى اول مايكرو اوبريشن بعمل كلير للادرس ريجستر. في حاجه؟ عظيم. تاني حاجه ايه؟ انا عايز حاجه اتوصل بيها كده مع الميموري. اذا ما كانت الميموري روح تدي للداتا ريجستر. خد بالك؟ احنا عندنا هنا اللي الوساطه اللي ما بيننا وما بينه هو مين؟ التمبرري ريجستر. تي ار. تي تمبرري. ار ريجستر. الريجستر المؤقت. هو ده اللي هيستقبل كوسيط ما بين الميموري اللي هو الميموري ومين يا شباب؟ ومين؟ والبروجرام كاونتر. هو الوسيط اللي ما بين الميموري والبروجرام كاونتر. يبقى اذا محتوى البروجرام كاونتر هروح احطه في التمبرري ريجستر. خلص الموضوع ده لسه. واخد التمبرري ريجستر واحطه في الميموري لوكيشن ادرس باي نيم اللي هو بقى بكام؟ يبقى انا كده حطيت محتوى البروجرام كاونتر في نهايه يا شباب. يبقى اذا هنا انا هنا عملت كلير للادرس ريجستر معناها ان انا شاورت على الميموري لوكيشن نمبر 0، نقلت محتوى البروجرام كاونتر للتمبرري ريجستر، نقلت التمبرري ريجستر للميموري لوكيشن نمبر 0. في اي اشكاليه؟ رد عليك صوت كده شكاوي. في اي اشكاليه؟ لا. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده الاجراءات بقى اللي انا عايز انفذها هو ان انا عايز التحكم بتاع الكنترول بتاعي لموضع اخر. الموضع الاخر ده طبعا الساعه الرسمه اللي هو اللي كشف نمبر 1.
لوكيشن نمبر ايه يا جماعه؟ 1. طب خلاص انا لو عشان الاستراكشر بتاعي اشاور على نيكست انستراكشر، نيكست انستراكشر موجود في الحته لوكيشن نمبر 1، يعني بمعنى ادق، بمعنى ادق بعد اجراءات الانترابت هي مش مهمه عندي. بعد ما الاجراءات دي تتم انا عايز انقل الاجراء ده في اللوكيشن رقم كام يا جماعه؟ 1. اللوكيشن رقم ايه يا جماعه؟ 1. يبقى اذا انا عايز البروجرام بوينتر يبقى فيه 1. ليه؟ عشان البروجرام بوينتر هيشاور هيدي المعلومه دي للادرس ريجستر، والادرس ريجستر تعمل ايه؟ هينقلني لهذا الموضع، صح الكلام؟ مفهوم كده يا شباب؟ يبقى البروجرام بوينتر بتعمل له كلير. بعمل له ايه يا جماعه؟ كلير. ما انا مطمن على محتواي لانه موجود فين؟ اللوكيشن رقم كام؟ 0. وبعدين اعمل انكريمنت للبروجرام كونتر بمقدار 1. بقى جوه محتوى البروجرام كونتر كام دلوقتي؟ ها؟ 1. اول ما اعمل كده بعمل كلير للسيكونس كونتر. بعمل كلير لمين يا جماعه؟ السيكونس كونتر هيترجعني لمين حته؟ للبروجرام كونتر يدي لمين؟ الادرس ده هيصور على الكيشه رقم كام؟ ها؟ 1. مش احنا زودنا هنا البروجرام كونتر بمقدار 1 يا شباب؟ رد عليا. ها؟ وصلت كده ولا لسه؟ وصلت؟ فبقى البروجرام كونتر بعد ما عملت له كلير والبروجرام كونتر عملت له انكريمنت بقى البي سي في كام؟ 1. خلاص دي يا شباب؟ وبعد كده رحت انا عامل ايه؟ لقيت الانتربت، الانتربت خلص. فرحت الاقي بقى الار بيساوي 0، صح الكلام؟ عشان ارجع تاني للاصل بتاعي اتش والديكود. بتقول ايه؟ والدخول. وعملت ديسيبل للانترابت، عملت ديسيبل لحدوث انترابت تاني، ما انا لسه مخلص ايه؟ مخلص انترابت. يبقى انا ايه؟ برجع للوضع الطبيعي ان ما يبقاش فيه ايه؟ انترابت، وان الار تبقى بزيرو والانترابت ايه؟ سيجنال تكون بايه؟ بزيرو. كده انا منعت حدوث انترابت ايه؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اول لما اخلي السيكونس كاونتر يساوي 0، اتمنى ان يكون الكلام متسلسل وواضح ومتصل عند حضرتك، هينقلني في نهايتها للتي نوت. هينقلني حته لان حته يا جماعه اللي فيها البروجرام كاونتر هيدي مين؟ حلو. البروجرام كاونتر فيه قيمته كام؟ والادرس ريجستر هيشاور على مين يا شباب؟ فاكرين الميموري لوكيشن زي اللي هو كان تحت الميموري لوكيشن 0 اللي احنا درسناه هنا؟ ده كده اللوكيشن 0 اللي هو كان فيه ال 3 5 ايه، فاكرينه يا شباب؟ ده حبايبي. وهنا قلنا ان انا البروجرام كونتر عملت له انكريمنت بمقدار 1، يبقى وبعد كده ادى المكان، ادى المقدار 1 ده للادرس ايه يا جماعه؟ ريجستر. صح الكلام ولا مش صح؟ حلو الكلام. السطر ده فيه ايه بقى؟ ده اللي انا عايز اقوله بقى. جه دلوقتي الاجراءات متسلسله معاك يا حبايبي؟ ها؟ السطر ده فيه unconditional branch. unconditional ايه؟ branch اللي هو اسمه ايه؟ بي branch. بي يو ان. بي يو ايه؟ ان. بس البرانش ده هعمله في حاله الاندايركت مود. حاله الاندايركت ايه؟ مود. يعني الاستراكشر بتاعه لو انا برسمه كده ال 16 بت بتاعه كالاتي. الانكونديشنال برانش الكود بتاعه كام؟ 4، لانه هو الامر الايه؟ الرابع. الامر ايه يا جماعه؟ الرابع. يبقى هنا هيبقى فيه 1 0 0، ده الكود. وانا قلت يا هشام هذا الامر اندايركت، هذا الامر ايه؟ يبقى احط هنا في الاي بت كام يا جماعه؟ 1. في اي اشكاليه كده؟ في اي اشكاليه كده؟ طيب الادرس اللي انا عايزه يروح له هو الادرس كام يا جماعه؟ ها؟ 0. هو الادرس ايه؟ اللي هو هيبقى افكتيف ولا ان افكتيف؟ ها؟ مش الافكتيف لان هو ايه؟ اندايركت. يبقى احط هنا ال 12 0. ده ده الكود انفورميشن اللي هيبقى اللي هو اسمبلي هيبقى ازاي؟ 1 الدلاله على اندايركت برانش اللي هو الاسمبلي، وهنا هيبقى كام يا جماعه؟ 30H. تعيش كده يا شباب. الامر ده اما يتنفذ هيعمل ايه؟ الامر لما يتنفذ المايكرو بروسيسور هيعرف ان ده اندايركت مود. يعني الادرس ده مش هو اللي هيروح للاي ار.
مش هو ده اللي هيروح للايه؟ طب ما انا هيشاور عليه ليه؟ هيشاور عليه عشان ياخد الكونتنت بتاعه اللي هو كام يا جماعه؟ 3 5 ايه؟ يحطوه في ناحيه ده في الاي ار. يبقى الاجراء ده اهو هيكتب عنده الاي ار، هيحط فيه الادرس 3 5 ايه؟ سوري، بعد الامر ده، بعد الامر ده هيبقى الاي ار بعد تنفيذ الايه؟ البروجرام ده الرول الاي ار اللي هيروح اول لما الامر ده يتنفذ. اول الامر ده يا جماعه هيبقى فيه 3 5 ايه؟ اللي هو كان بتاع مين يا شباب؟ او بتاع الاوبراند، بتاع الاوبراند اللي انا كنت ايه وقفت عنده، واخد بالك؟ او الانستراكشر مش كده؟ اللي هيبقى فيه الامر اللي كان عليه الدور، صح الكلام؟ ايا كان الانتقاد حدث في امتى بقى؟ وصلت كده يا شباب ولا لا؟ ها؟ وبعد كده يبدا يكمل ايه؟ وصلت كده يا شباب؟ ده بقى لو كان اوبراند هيشاور على اوبرن، لو كان انستراكشر هيشاور على انستراكشر، وتبدا المرحله بقى توزيع بقى الداتا هنا راحت فين والداتا هنا جايه منين والتوزيع بتاع كل الحاجات دي يبدا يشتغل. وصلت يا شباب ولا لسه؟ رد عليا يا حبايبي. عشان كده هتلاقي هنا خلاص ده الشرط، ده مش بروسيس، ده مش بروسيس يا حبايبي، ده مش مايكرو اوبريشن، ده شرط هيترتب عليه تفعيل الار او عدم تفعيله. خلاص يا شباب؟ فإذا كان أحد هذه الشروط غير متوفرة هيبقى الأر بزيرو، يعني ما حدش يتخيل إن المايكرو بروسيسور هيكبر نفسه إنه يبقى أر بوان، لا، إذا تحققت الشروط دي هيبقى أر بإيه؟ بوان، إذا لم تتحقق الأر هتبقى بإيه؟ بزيرو، يعني هل دي مايكرو أوبريشن؟ لا، ده تيست. وصلت يا شباب؟ هنا هتلاحظ إن التيست لما كان الدكتور تامر بيعلمنا الفلو تشارت او ما اعرفش مين في اعدادي كان بيعلمك الفلو تشارت كان بيحط لك التست في ايه؟ في معين شكل ايه يا جماعه؟ معين، يعني ده مش اجراء، لكن الاجراء بيحطه في ايه؟ مستطيل. وصلت يا لسه يا شباب؟ يبقى هنا بيتست السيجنال، هل السيجنال دي تستحق ان يكون هناك انترابت؟ يس، يبقى همشي في الانترابت سايكل. نو، يبقى همشي في الديكودر الايه؟ والاكسكيوت بطريقه عاديه. ايش كده كده يا شباب؟ عظيم جدا. هنا حصل انترابت ظنا. الكلام اللي انا شرحته توي هيبدا يتعمل في مايكرو اوبريشن. يبقى عند ار تي نود ار ليه ما قلتش ار كومبلمنت؟ لان حدث بالفعل ايه يا جماعه؟ انترابت. لان الار بكام؟ وصلت ولا لسه يا شباب؟ خلاص؟ ار تي نود هيحصل الزيرو، هعمل انيشيال ايه؟ هشاور على اللوكيشن نمبر زيرو. وانقل مكان المرور المفضل في المرور ريجستر، الكلام ده كنت بشرحه على الفلو تشارت. وبعد كده الجمر لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي هو لوكيشن زيرو، هحط فيه الايه يا جماعه؟ هحط فيه المرور ريجستر كونتين اللي هي بتاعت مين؟ بروجرام كونت. بعدين اعمل كلير للبروجرام كونت. ليه؟ عشان عايز اتنقل للوكيشن اللي ايه؟ اللي بعديه، اعمل منه ايه؟ انكريمنت المقدار واحد، وبعد كده اعمل ايه؟ كلير للسيكونس كوانتر، وكلير للانترابت بلاك، وكلير للانيبل، عشان ارجع هنا تاني وابدا اعمل الكلام اللي انا شرحته توه. في اي اشكاليه؟ وانس الانترابت سايكل انتهت بدات اخش في الايه؟ في الاكسكيوشن بقى. اكمل الاكسكيوشن بتاعتي، اكمل ما كنت في ان حدث، ان ما كانش حدث يبقى الحتت مش موجوده، هكمل الاكسكيوشن. صح؟ صح؟ يبقى هنا ان لم يحدث فانا ماشي من هنا على هنا على طول. ان حدث يبقى في اجراء استثناء هيتم وفي النهايه هرجع عند المين فاني تاني لنفس الموضوع اللي انا كنت ايه عندي. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه كده يا شباب؟ بصوت بيطمئني. في اي اشكاليه يا شباب؟ تمام الحمد لله. تعالى نتنقل بقى في الاكسكيوشن. قلنا الاكسكيوشن هيبدا في الحته دي لما بنقول اكسكيوشن للميموري ريفرنس. بيبدا فين يا حبايبي؟ عند تير 4. ازاي؟ عشان الناس بقى اللي هي عامله جروبات بقى تبدا تشتغل، تبدا ايه؟ تشتغل، هنعمل ادرسنج للادرس ريجستر وتاخد من الفكره تبدا تشتغل. واخد بالك؟ عند التي 4 هيبدا الاكسكيوشن، عند التي كام يا جماعه؟ 4 هيبدا الاكسكيوشن. ايه الاكسكيوشن دلوقتي على حسب الامر؟ عندي الان، عند الان لما بتكلم على ديكودر هتخش عليه 3 انبوت بيطلع كام يا جماعه سيجنال؟ 8 سيجنال. معايا حبايبي؟ ركز بقى في التكتيك ده.
فالتلاتة. فانا لو اتكلم على الان اللي هو الكوب بتاعه كان زيرو 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 لو كان بتكلم في الدايركت طبعا كنت بتكلم في الايه؟ في الدايركت لان الاي بيت مش موجودة هنا يبقى هتلاحظ هنا في النهاية هنا دي اللي ايه؟ اللي هتنفعل اللي هي الرجل رقم صفر اللي هتبقى هاي صح الكلام؟ كنت عليها باين دي عشان كده هاخد الكلوك رقم تي 3 4 الكلوك اللي جاية من الرجل رقم في اللي هي رقم 4 0 1 2 3 4 يبقى الرجل الخامسه اللي الديكودر 4 في 16 بتاع السيكونس كوانت فاكرينه يا شباب هو ده اللي هاخده من السلكه اندد مع السلكه اللي جايه من الديكودر ده اللي هي هتبقى اسمها ايه يا جماعه؟ دي نوت كام؟ دي 4 دي السيجنال اللي هتطلع اللي هي دي نوت دي 4 اللي هي الاليمنت اللي بتكون 1 الا في الشفتين دول الا في الكلوك سايكل تي 4 وان يكون في اللحظه دي ان الكود او الكود اللي نازل على الام بتاع الكود 3 في 8 يكون كام؟ 0 0 0 عشان كده الان مش هتبقى هاي اللي هو السيجنال اللي يديله نوت تي 4 هاي الا عند الان ده فقط لا غير ليه فقط لا غير؟ لان عندي لو كنت بتكلم على الان هيبقى الكود هنا 1 0 0 صح الكلام يا حبايبي؟ ده على الضوء ده الامر 0 ده الامر 1 ده الامر 2 لغايه ما نوصل للايه؟ للبرانش والستور وبعدين كده البرانش صح الكلام؟ يبقى هنا اما يبقى الكود اللي داخل على 3 في 8 ديكودر 0 0 1 يبقى معناها ان دي بكام؟ ب 0 ومين دي؟ 1 دي بقت ب 1 اللي هي بقى بالنسبه لي دي كام يا جماعه؟ دي 1 طب والسيجنالز دي بقى شكلها ازاي؟ بقت دي قيمتها بكام؟ صفر صفر مع تي 4 ما تشتغلش مين اللي تشتغل؟ دي 1 في 4 طب لو انا بتكلم على اللود دي 2 في 4 لو انا بتكلم على الستور دي 3 لو انا بتكلم على البرانش دي 4 في 4 وصل يا شباب؟ وصل يا شباب؟ هتبان بقى ازاي اكتر في اللحظه دي بعد ما اخلص التوصيل ده طيب ايه اللي هيحصل بقى لو انا بعمل دايره عشان تعمل اند بين الاكوميليتور والميموري لوكيشن طبعا احنا كلنا عارفين نعمل ازاي الميموري صح كلام؟ وكلنا عارفين ازاي نعمل دايره الفول ادر والسبتر اكتر وما شابه بس انا عايز يكون وعاء ممكن نعرف نعمل ازاي ديزاين ريجستر هنسميه اكوميليتور صح كلام؟ انا عايز بقى امتى ده يجي بعد ده يشتغل هنا بقول في الخطوه في الكلوك سايكل اللي هي دي 4 ديت هفعل البفر هفعل اي حاجه انتوا عارفين البفر اللي هو فاكرين البفر؟ اكتب هاي نيم فري ستيت نيبل بفر اهو فري تيرمينال اهو مش كده؟ يبقى السيجنالز ديت اللي هي دي نوت تي 4 تروح تفعل لي البفر ده، طب البفر ده مربوط بايه؟ مربوط ما بين الميموري لوكيشن ومين يا شباب؟ والداتا ايه يا جماعه؟ ريجستر يعني بمعنى ادق لو السيجنالز دي بزيرو يبقى الانبوت ده مش هيظهر هنا صح الكلام؟ تطلعها باين طيب لو الاكتف انيبل ده بقى هاي معناها ان الداتا اللي هنا هتتقال فين؟ هنا وده اللي انا بقول هعمل ايه؟ الموبل لوكيشن ادرس بار ادرس ريجستر اللي هو جاي منين؟ سواء كان دايركت او دايركت يبقى جاي من هنا ان دايركت يبقى جاي منين؟ من هنا في اي اشتراك يا شباب؟ رد على حبايبي هيروح في اي حته؟ للداتا ريجستر بقى عندي تو ريجستر بقى عندي ايه يا جماعه؟ واحد اسمه اكيميليت والتاني اسمه داتا ريجستر هجمع محتوى او هضرب ده ان يبقى هضرب لوجيك اند اهو اللي هي العلامه اللي هي العلامه عامله زي الثمانيه دي فمعناها اعمل ايه؟ بيت باي بيت بيت باي ايه يا جماعه؟ بيت باي يعني البيت زيرو مع البيت زيرو من الريجستر الثاني هيبقى عامل منهم ايه؟ ان والناتج يتحط فين؟ في الاكيميليت الناتج يتحط فين يا جماعه؟ في الاكيميليت بيت باي بيت خلاص شباب يبقى هنا الداتا ريجستر اندد مع الاكاميليت والناتج يحط فين؟ العمليه تمت ولا ما تمتش؟ خد بالك يا حبيبي تمت يبقى لازم اعمل ايه يا جماعه؟ كلير لمين يا جماعه؟ السيكونس ليه كلير السيكونس كونتر؟ عشان يرجعني تاني عشان اعمل فيتش للاستراكشر تاني واعمل ديكود تاني واشوف اذا كان في انتربت ولا لا واكمل الاجراءات بتاعتي بس لقيت هنا اهو تمت مرحلة الاكسكيوشن لمين يا شباب؟ الآن وصل كده ولا لسه؟ حد عنده أي استفسار؟
كان اخونا الفار كان عنده استفسارات كل رديت على استفسارات كلها عظيم جدا. هنا ماذا لما كانش قال يعني محدش يتخيل يا حبايبي اللي انت تعمل الان وبعدين تقول لا على حسب الاستراكشر على حسب الايه يعني عوضا عن اللي انا كنت عايز اعمل عام الان هعمل ايه يا جماعه الان الاوتبوت بتاعه كام 001 00 يا جماعه 1 يبقى اذا الديكودر انا اللي هيشتغل دي 1 يبقى دي 1 اندد مع تي 4 دي 1 اندد مع يا جماعه تي 4 اللي هي الكنترول سيجنال اللي هتسمح بتمرير الداتا بتاعتي من اللوكيشن اللي تم تحديده مسبقا الى ايه يا شباب الداتا ريجستر. يبقى هسمح بالمايكرو اوبريشن دي تتم في الزمن ده او بالكونديشن ده. وصلت ولا لسه يا شباب؟ يبقى هنا الميموري لوكيشن ادريس باي ادريس ريجستر هتنقل الاوبرند بتاعها في الداتا ريجستر. وبعد كده اعمل اور بس الاور هيطلب منها حاجتين سبمشن وايه؟ وكاري. السبمشن وايه يا جماعه؟ وكاري. السبمشن هيروح فين حته؟ والكاري هيروح دي ناقصه نقطه كده الاي هيروح لها الكاري اوت. وبعد كده نعمل السيكونس بالظبط. عندي سبمشن وعندي ايه يا جماعه؟ وعندي كاري. تمام يا شباب؟ يبقى هنا قلنا ان عمليه الجمع هيترتب عنها سبمشن هيروح للاكيوميليتور وكاري هيروح فين يا جماعه؟ للاي فلاج. الاي فلاج اللي هي في مصدر الكاري فلاج فيما سبق اتكلمنا عنها قبل كده. وبعد كده اعمل كبير للسيكونس بلاتر عشان ينتهي. طب ماذا لو كنت بتكلم في لود اكيوميليتور؟ لود اكيوميليتور معناها الميموري لوكيشن بتاعتي الاوبرند بتاعها يتنقل مباشره الى الاكيوميليتور. احنا هنا كنا دايما بننقل الميموري لوكيشن فينا حتى يا جماعه؟ الداتا ريجستر. بس هنا الاكيوميليتور يا حبايبي ملوش اتصال مباشر بالكومن بلس بالكومن باص. الكومن ايه يا جماعه؟ باص. فايه اللي بيحصل؟ انا عايز ادخلها من خلال فاكرين الرسمه بتاعت اللي عملناها المره اللي فاتت كان في داله اسمها ايه؟ لوجيك اسمها اذر اند لوجيك سيرك. اذر اند لوجيك ايه يا جماعه؟ سيرك. هي دي اللي لازم تمررها لي للاكوميليتر. فعشان كده برضو الاذر اند لوجيك سيرك اتصالها بثلاث حاجات بالاكوميليتر ذات نفسه وبالانبوت ريجستر وبالايه يا جماعه؟ بالداتا ريجستر. افتح التشارت اللي هو في المحاضره اللي فاتت اللي هو الرسمه الطويله اللي انا كنت عاملها دي هتلاقي ان الاذر اند لوجيك سيركت هتلاقي اتصالها واخد من الاكيوميليتور واخد من الانبوت ريجستر واخد منين يا جماعه؟ من الداتا ريجستر. يبقى لازم حد من الاربعه من الثلاثه دول يكون طرف في عمليه التنصيل. طبعا ما يكونش الاكيوميليتور هو الطرف لان انا عايز اخد من الميموري لمين؟ وما ينفعش الانبوت ريجستر يكون طرف لان الانبوت ريجستر 8 بت لان الانبوت ريجستر كام بت؟ 8 بت. يبقى مين الوحيد اللي لازم يكون طرف؟ الداتا ريجستر. الداتا ايه يا جماعه؟ ريجستر. يبقى هنقل الاوبرند اللي انا عايز احطه في الاكيوميليتور هنقله فين الاول؟ في الداتا ريجستر. طب والداتا ريجستر ينقل فين؟ واعمل السيكونس كاونتر ريجستر. انا طبعا بكتشف في الحاجات دي ليه؟ عشان لما الجدول يبقى قدامك تبقى فاهم كل حاجه في ايه. يبقى احنا عملنا اللي علينا في شرح ولا ايه يا جماعه؟ عشان ما يبقاش واقف قدام سطر وانت شايف دي ايه تعمل ايه دي؟ لان الجدول مش هيجي معاه شرح هيجي جدول ايه؟ فقط في اي شيء كده. بعد كده في امرين كمان هنستعرضهم ونعمل الديزاين بتاعنا. ستور اكيوميليتور ده الامر الرابع. واحد اثنين ثلاثه هعمل ستور اكيوميليتور وهعمل البرانش وبعد كده بقى تقريبا خلصنا كله ونعمل الديزاين بعدها. ستور اكيوميليتور برضه الستور اكيوميليتور مش هيبقى يفرق كتير عن الايه؟ عن اللي قبله. هيبدا برضه عند كام يا هشام؟ عند دي 4 بس مع دي كام يا جماعه؟ دي نو دي 1 دي 2 يبقى الثاني عند دي كام يا جماعه؟ يبقى دي 3 دي كام يا جماعة؟ 4 دي 3 دي 3 كام يا جماعة؟ تي 4. طيب يعني ايه ستور تخزين؟ لود معناها تحميل تحمل من الميموري في الاكيوميليتور. طب ستور الاكيوميليتور طرف يبقى تحميل. تحميل ايه قصدي تخزين؟ تخزين مين؟ الاكيوميليتور في الحتة في الميموري. يبقى اصبح الميموري هي الديستنيشن والاكيوميليتور هو ايه يا جماعه؟ واحد هيقول لي يا دكتور ها
طب ما الاكيوميليتور في التصاق مش الميموري. ما تنساش الرسمه اللي انا رسمتها لك المره اللي فاتت، بص فيها كده هتلاقي الاكيوميليتور ملوش اتصال بين الكومن باص كده، لكن خارجه ممكن يتقطع على الايه؟ على الكومن باص. بص على الكشكول كده وقول لي صح الكلام؟ الاول ده الاكيوميليتور موجود مع الكومن ايه؟ باص. يبقى ممكن من الاجراء يتم في ايه؟ مايكرو اوبريشن واحد. هنا ليه تم في اتنين مايكرو اوبريشن؟ لان الميموري ملوش دخل غير من ثلاثه ريجستر. هما مين؟ الاكيوميليتور ذات نفسه والداتا ريجستر والانبوت ايه؟ ريجستر. الانبوت ريجستر هستبعده عشان 8 بت، الاكيوميليتور هستبعده لانه مش هو مصدر الداتا، يبقى اذا الميموري محتاجه تدي الداتا للداتا ريجستر والداتا ريجستر ده لمين؟ للاكيوميليتور من خلال الاذر اند بروجيكت سيركتس. هنا نظرا ان الاكيوميليتور متصل مباشره بالكومن باص، يبقى امكانيه ان انا احط على الكومن باص الداتا والداتا دي تروح للميموري وارده. عشان كده يبقى محتاج كام اوبريشن؟ وان مايكرو اوبريشن. اهي الاكيوميليتور اذا سورس اوف داتا لودد على مين؟ هنا عامل رايت للميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر، مش كده برضه؟ واعمل ايه يا جماعه؟ سيكونس كوانتر يساوي كام يا جماعه؟ اعمل كبير سيكونس كوانتر. تيجي نقف بقى على البرانش اللي انا شرحته هناك ده في المساله اللي قبل كده، اشرحها بالتفصيل من خلال المساله علشان الناس تبقى عذرها منتهيه. خلاص يا شباب، بيقول لي ناخد مثلا من الشيت اشرح منه الامر الجديد اللي انا اشرحه اللي هو البرانش. اللي هو يا جماعه البرانش. البرانش كمان اوبريشن اكتبه بس هيحصل برضو عند دي 4. خلاص بقى احنا عارفين ان ايه؟ ان كل مره هيبقى في الاوت هيتشفت بمدون بت دي نوت دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. كلام واضح يا شباب؟ وبرضه هيحصل عند كام يا جماعه؟ بدايه التنفيذ عند مين؟ تي 4. ايه الاجراءات؟ بس هشرحها من خلال مثال هكتبها لك عشان تفهمها، وبعد كده اشرحها من خلال مثال. الاجراءات الادرس ريجستر هيروح من البروجرام كاونتر ويحصل سيكونس كاونتر يساوي. تعالى نشرحها، دي مش واضحه قوي كمثال يعني. هذه محتوى الاساسيه في الكورن برضه، بس ايه مش مفهوم او مفهومه كده، بس هتبقى ازاي كاجراءات تفعيليه هو هنفهمها من خلال المثال. هنا بقول ان كونديشنال برانش. ان كونديشنال برانش يعني ايه؟ فاكر لما كنت بتقول جو تو مين، يبقى لما هيعمل ايه الميكروبروسيسور بتاعك؟ لما يجي للسطر جو تو 100 هيقوم ناقل الكنترول سيجنالز بتاعته او الكنترول اوبريشنز بتاعته من الموضع اللي انت فيه الى السطر رقم 100 في الكود، صح كلام ولا غلطان؟ فاهمين يا شباب؟ ده كان ايه ده؟ ده كونديشنال ولا ان كونديشنال؟ كونديشنال ولا ان كونديشنال؟ ان كونديشنال. ليه؟ لان مفيش شرط. لكن لما بقول لك اف ايه اكبر من بي زين جو تو 100 اصبح الامر ايه يا شباب؟ كونديشنال. هنا ده ان كونديشنال، يعني انا بنقل الكنترول بوينت بتاعتي من موضع لموضع اخر بغض النظر هل اذا كان في ما فيش شرط، بغض النظر عن سير العمليه شكلها ازاي. طيب يقول ده يستلزم الكلام ده ازاي؟ يستلزم ان انا انقل محتوى الادرس ريزستر اللي انا هحدده مع في البرانش للبروجرام كاونتر عشان هو يبقى النكست اوبريشن النكست انستراكشن بتاعه. اللي هو الحته اللي انا شرحتها هناك. فهنا تعالى ناخد مثال لطفا حضرتك هعمل ليك. بقول لك اسيوم ذات ذا احنا هنشرح البوزيشن برانش ونشرح معاك البرانش اند سيف ريتيرن ادرس. برانش اند سيف ريتيرن ادرس اللي هو دي 4 دي 5 سوري عشان نوفر وقت بس مع تي 4. كل شويه الاجراءات دي كده بالمره عشان تبقى مره واحده. فهنا عند دي 5 دي 4 نمري ادرس ريجستر على البروجرام كونتر الادرس ريجستر الجودة مقدار واحد دي 5 دي 5 ادرس ريجستر هيروح للبروجرام كونتر
Right, and simple sequence of the system. نأخذ المثال وبعدين نشرح الكلام اللي كتبه على السطورة. بيقول لك assume that the branch and the save return address. ده معنى كلمة BSA. أنت مش هتكتب الكلام ده، هتكتب BSA. بس يعني إيه BSA؟ branch unconditional. مع البرانش ده تعمل سيف للريتيرن ايه يا جماعه؟ ادرس، يعني المكان اللي انت كنت فيه تخزنه عشان ترجع له تاني. ده معنى كلمه برانش اند سيف ريتيرن ادرس بي اس اي. خلاص؟ يبقى اسيوم ذات ذا بي اس اي انستراكشر از اسيومد تو بي ان ميموري ادرس 20. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا بنقيس الميموري لوكيشن كده يبقى عند الملوكيشن 20 اللي هو 020 مش 20 هو 020 هيكون في عندي البرانش اند سيف ريتيرن ادرس وكان الادرس اللي بنتكلم عنه ده اللي هو 135. طبعا هو ما قاليش دايركت ولا اندايركت، اتفقنا مع بعض ان الميموري ريفرنس لها كم كود؟ 2 كود، مره لو كان دايركت ومره لو كان اندايركت. طب افرض يا دكتور وانت في المساله بتاعتك ما حددتش ان هي دايركت ولا اندايركت، يبقى انا هحسبها ايه؟ اندايركت. هحسبها قصدي ايه يا جماعه؟ طيب ما صعبش على نفسي الايه؟ الكلام. طب افرض انت جبتها في الشكل كده كلمه الزيرو اللي قدام الامر بقول لك اذا كان هو ايه؟ دايركت ولا اندايركت، وده مش هيحصل الا مع الميموري ريفرنس بس. اللي معايا يا جماعه يعني ما حدش يجي لي بقى في الريجستر ريفرنس ويقول لي هي الاي بكام، لما معروفه بكام، ولا ايه من اول ريجستر برضه معروفه بايه بكام. فبيقول لي هنا اسيوم ذات ذا برانش اند سيف ريتيرن ادرس بي اس اي انستراكشر از اسيومد تو بي ان ميموري ات لوكيشن ات ادرس لوكيشن 020 اتش اللي انا كتبته دلوقتي على السطر. The I bit is zero. هو قالها لي صراحة دلوقتي. طب افرض ما قالها ليش؟ هحسبها على طول ايه؟ زيرو. ما صعبش عليا نفسي. خلاص؟ The I bit is zero and the address bar of the instruction اللي هو ده اللي انا شغال كده دلوقتي. And the address bar of the instruction has the binary equivalent 135. يبقى هنا ده رقم ديسيمال. طب رقم ايه يا جماعه؟ ديسيمال 135 ده مكتوب بالديسيمال. طب هو ماجنوس هيعمل ايه؟ هيحوله للايكويفالنت اللي هو بالايه يا جماعه؟ بالباينري. خلاص؟ يبقى احنا لو هنا حد معاه لاحظ ممكن يجيبها لنا عشان لما نيجي نعمل الادرس نعمله على طول. خلاص شباب؟ اللي هو 135 ده مش هيكس، مش ايه يا جماعه؟ مش هيكس، ده ديسيمال. الماجنوس هيحوله للايكويفالنت فاليو بتاعته اللي هي تطلع زي ما تطلع لو حد كان حسبها لنا هيبقى هنا. خلاص بقول لك اكسبلين مساله بقى ايه المطلوب يعني انت عايز تعمل ايه؟ الارقام دي اكسبلين هاو برانش اند سيف ريتيرن ادرس اللي هو بي اس اي اقصد از يوزد ويز ا سبروتين. يعني ده اما اجي استخدم السبروتين بتاعك هشتغل ازاي؟ تعالى نشوف الكلام ده هيتم ازاي. تعال نفهم الكلام اللي اتقال الاول. تعال نفهم الكلام اللي اتقال الاول. عشان تشرح الكلام ده لازم تبص للجدول. ليه يا دكتور؟ لان مش المفترض فيك ان انت حافظ الجدول. فهيعرفك الاجراءات اللي انت لازم تعملها. عندي ثلاث اجراءات هيتموا من خلالها يعمل السيف اند ريتيرن ادرس. تعال نبص الاول ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ الفرق ما بين الاثنين دول كاجراء واحد هيعمل unconditional branch والتاني برضه هيعمل unconditional branch. بس واحد مش هيحتفظ بالريتيرن ادرس اللي هو البرانش بي يو ان. هيعمل بقى يتنقل لموضع اخر في الكود وهينفذ بقى الكود
كله لغايه اما يرجعوا في اي حته او ينتهي الكود. طب النهارده يا شباب ما فيهوش ريتيرن ايه؟ ابيلنس. طب والتاني البي اس ايه؟ كمان مفهوم ولا مش مفهوم؟ خد عليها بالي. وعليه كل اللي هيحصل ان محتوى البروجرام كاونتر المحتوى الادرس ريجستر هيتحط فين؟ في البروجرام كاونتر. يعني لما نيجي نقول برانش زيرو ل 135 لو انا بتكلم عن ده في الامر ده اما نيجي نتكلم على ايه كود هنلاقي ان الاستراكشر ريجستر بتاعي هيبقى بالشكل ده 0 1 ده البرانش رقم كام ده؟ ده الامر رقم كام؟ 4 يبقى 1 0 0 وهنا الايكوفلنت بتاع 135 بكام حد يحسبها لنا يا جماعه بتاع الحسبه؟ بيناري ما انا عايزين نقول يا جماعه حد يحسبها لنا من ساعتها طب تخيل معايا من حسبت من اليمين ده لي اكس ده لي اكس على طول 87 اكس كده برضه اشكرك خد بالك ده اللي هو ده ده الاستراكشر ريجستر هيتنفذ ازاي؟ كل اللي هيعمله في البروسيسور هو اجراء واحد هو الاجراء ده unconditional branch عايز اتنقل الى الموضع 087H شكرا برضه غلطان جو تو 100 بتعمل ايه؟ بنقل الكنترول من البروجرام من الموضع اللي انا فيه الى اللاين كود 100 صح الكلام؟ الكلام ده في الـ في الـ في السي في البيزك مثلا صح الكلام؟ لكن لو انا بتكلم بقى على ده عندي الميموري بتاعتي اللي هي الكود سيجمنت هي الاوامر بالشكل ده ورا بعض صح الكلام؟ انا في الموضع ده اللي هو مكتوب فيه برانش واحد اللي هو 087H مش اشكال كده يا جماعه؟ ده الامر الاسمبلي اللي موجود عندي حد مش فاهم ايه اللي هيحصل وليكن كنت الموضع ده وليكن وظيفه مش مهم عندي كنت فين لكن مش في النهايه مش هنا مش ده خلاص يا شباب معنى كلمه برانش معناها ان انا عايز انقل الكنترول بتاعي فده لما يمشي بالترتيب المفترض الترتيب المفترض ان ينفذ الامر ده يليه الامر ده يليه الامر ده يليه الامر ده لا ده انا عايز انقل الكنترول من هذا الموضع الى الموضع اللي هو كام يا جماعه 08 يا جماعه ايه 7H اللي هو بيشاور على امر جديد يعني ده لما يبقى ده الامر اللي عليه الدور يعني هنفترض جدلا ان ده كان الموضع 011H جدلا واخد بالك او نخليه بقى عشان نخليه مثلا 050H طيب يا شباب المفروض ان الطبيعي ان بعد ما نفذ الامر ده هتنقل على الامر اللي هو 05 واحد اللي هو موجود فين دلوقتي العنوان ده؟ في البروجرام كاونتر اللي هو موجود فين دلوقتي؟ في البروجرام اللي هو بتاع النكست انستراكشر صح الكلام؟ يعني لو ده الكاونت انستراكشر صح الكلام؟ يبقى البروجرام كاونتر في اللحظه دي المفروض فيه كام؟ 05 ها؟ واحد حد معترض على الكلام ده يا جماعه؟ حد معترض على الكلام ده؟ طيب انا مش عايز انفذ الامر اللي موجود في 051 عايز انفذ الامر اللي موجود فين يا جماعه؟ في 087 صح الكلام؟ يبقى ده هل انا محتاج شرط؟ مش محتاج ايه يا جماعه؟ شرط يبقى هعمل ايه يا جماعه؟ برانش او انكونديشنال برانش واحط له على طول الادرس اللي انا عايز اروح عليه الادرس اللي انا هحطه هنا بالايه؟ بالديسيمال الايكوفالنت بتاعه بالهكس ديسيمال كام؟ 087 يبقى اذا ده الانستراكشر فورمات بتاع السطر ده اندايركت ولا دايركت؟ دايركت لامر اسمه ايه؟ تفرع انكونديشنال من غير ايه؟ شرط انه المكان اللي هتروح له؟ يبقى المفروض 087 ده بيشاور على نيكست انستراكشر يبقى الموضوع ده يروح لمين؟ للبروجرام كاونتر مين اللي قال الكلمتين اللي جايين دول؟ برافو عليك يبقى دوت يا عبسي صار انت قلت بالظبط
يروح للبروجرام كول، لان انا بشاور على انستراكشر. انا بشاور على ايه؟ يبقى انا عايز النكست انستراكشر بدل ما يبقى 0 5 1 يبقى كام يا جماعه؟ 0 8 7. ده جوان مايكرو اوبريشن مش كده برضو؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هلود الالنس ريجستر، محتوى الالنس ريجستر هحطه على الكومن باس واحمله فين حته يا جماعه؟ في البروجرام كول. طب بعد الخطوه دي ما تتم، بدل ما ينفذ الامر ده ثم ده ثم ده ثم ده، يحصل ايه يا جماعه؟ يحصل اسكيب لكل الكلام ده. وبعدين بعد ده على طول ما يتنفذ يتنقل الكنترول لمين؟ للانستراكشن اللي في الموضوع كام يا جماعه؟ 0 7 8. طب وبعد ما يتنفذ هيزيد البروجرام كاونتر بمقدار 1، يبقى في 0 8 8 اللي ايه؟ اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. هل هيرجع تاني؟ مش هيرجع. وصل كده يا شباب؟ مفهوم الحته دي؟ المثال واضح وصريح؟ يبقى انا اذا الكلام ده كله سكيب ولا اكنهم لهم لازمه في الكود خالص في اللحظات. طيب افرض ان انا استبدل البرانش، المثال اللي انا ذكرته اللي هو برانش اند سيف ريتيرن ادريس، هو قال لي كده. نقرا الكلام تاني ونستركز فيه، بص في عينيك في اللي انت كتبته عشان ابص انا كتبت الكود ده ازاي. الامر ده مش هيبقى مديهولك في الاكزامبل، انا بتكلم من الشيت اهو. بتكلم من الايه؟ من الشيت. مش هديك السؤال ده كده شيت، مش هقول لك زيرو برانش سيف ادريس مش عارف ايه، انا هتكلم الكلام اللي المفروض ده فاهمه. فبقول لك ايه؟ اسيوم ذات ذا بي اس اي، ذا بي اس اي، انا عارف ان البي اس اي الدكتور قال لي اللي هو ايه يا جماعه؟ برانش اند سيف ريتيرن ادريس. معنى ايه الكلمتين دول؟ معناها ان انا هعمل انتقال لموضع ما، هنفذ اجراءات معينه، بس اخر خد بالك اخر اجراء في هذه الاجراءات المفروض يرجعني لمين؟ للنقطه اللي انا كان المفروض انتهي عندها واستكمل من بعدها. وصل الحته يا جماعه؟ يعني جرافيكالي جرافيكالي احنا فهمنا يا شكير، ركز معايا، فهمنا البي يو ان اهو، ردوا عليها حبايبي طمنوني، فهمناها؟ طيب برانش اند سيف ريتيرن ادريس هيحصل ايه؟ لو استبدلنا الكلام ده ببي اس اي. خد بالك محتوى البروجرام كاونتر ده كان فيه كام؟ 051. يبقى نعم البرانش بمعنى ادق قبل ما انقل 087 فين؟ في البروجرام كاونتر لازم احفظ الادرس ده عشان هرجع له تاني، يبقى لازم ايه؟ احفظه، ولا انا هرجع اغيره كده وخلاص وبعد كده ارجع اخمن؟ عشان كده هتبص ان اول اجراء في البرانش اند سيف ريتيرن ادرس ان هياخد محتوى البروجرام كاونتر يحطه في حته في الميموري ادرس باي ادرس ريجستر. خد بالك؟ يعني ايه؟ هخزن الاول البروجرام كاونتر. يبقى اذا هاجي في اللوكيشن اللي هو 103.5 103 ايه؟ 5 اللي هو المفروض 087 اتش. هو قال لي 1 3 5 ده ديسيمال، هو قال كده، قال لك اهو اسيوم ذات ذا بي اس اي انستراكشر از اسيومد تو بي ات ميموري لوكيشن 20 اهو، مش 20 020 اتش في بي اس اي اهو. هنبدا نكلم الكلام كله اهو، هو ده اللي قاله لغايه دلوقتي. معايا يا شباب؟ اه بيقول لي اهو اسيوم ذات ذا بي اس اي انستراكشر is to be to be assumed to be in memory location at address 020H. خلاص انا كتبت الكلمتين اهو. ايه الثاني؟ the i bit is zero، the i bit is zero، انا عرفت ان هي direct mode وراح حاطط الزيرو في اي اشكاليه كده لغايه دلوقتي. and the address part of the instruction اللي هو الادرس اللي هيشاور عليه branch and save return address and the address part of the instruction has a binary equivalent 135. طبعا انا حولته لايه يا جماعه؟ لهكسا. المفروض بقى ان انا عارف، يبقى هحط هنا ايه يا جماعه؟ 087 اتش اللي هو ده ايه يا جماعه؟ 135 ايه يا جماعه؟
ديسيمال بي. ايش لك اللي هو ده الاستراكشر فورمات بتاعه، بس هنا بدل ما يبقى ايه 101 هيبقى هنا كام يا جماعه؟ 1. ليه؟ لان بتكلم على مين يا جماعه؟ على دي كام يا جماعه؟ دي 5. على دي كام يا جماعه؟ على دي 5. في اي اشتراك دلوقتي شباب؟ في اي اشتراك؟ ايه المفروض اللي انت هتعمله؟ اول اجراء بيقول لي انا عايز احفظ محتوى البروجرام كوانتر اللي هو الريتيرن ادرس اللي انا المفروض ارجع له تاني، اللي هو كان المفروض لو احنا بنتكلم في الارقام اللي هو كام يا جماعه؟ 0.5 كام؟ 1. ده المفروض ان انا بعد ما انفذ الانتقال اما اجي ارجع له هو. صح الكلام ولا انا غلطان يا شباب؟ اتفضل عليا. يبقى ده المفروض هيبقى فين؟ عايز احفظه الاول. بس هتحفظه فين بقى يا استاذ؟ هحفظه في الادرس ده. يبقى مش ده اللي انا انتقل له. مش ده اللي انا ايه؟ انتقل له. ده هو المكان اللي هحفظ ايه يا جماعه؟ فيه. وصل الحته دي يا شباب؟ هناك في البرانش ادرس كان الرقم ده هو اللي انا ايه؟ انتقل له، بس انا مش راجع. انا ايه يا جماعه؟ مش راجع، فهكمل بقى ايه المسيره بتاعتي. لغايه اما اند البروجرام بتاعي ايه؟ وصلت كده يا شباب؟ طيب البرانش سيبريت هنتقل لموضع هنفذ فيه ايه يا جماعه؟ اجراءات، بس الاجراء الاخير هيكون يرجع لي لمين؟ لهنا، علشان اخد محتوى احطه فين؟ في البروجرام. وصلت كده يا شباب؟ هنشوف دلوقتي الارقام. يبقى هنا اول لما يجي يتقابل برانش اند سيبريت ادرس، يبقى هو ده الادرس اللي هيخزن فيه محتوى البروجرام كاونتر اللي هو كان قال لي بكام يا سيدي؟ ده ادرس اوبشن كذا كذا. المحتوى البروجرام كاونتر ما قالش محتوى كام ولا قال؟ ما قالناش محتوى ايا كان بقى. لا لا، هو المفروض انا عارف كام صحيح بكام. وربنا عارف. مش انا قلت لك ان انا في اللوكيشن كام يا جماعه؟ 02 0 اللي هو في الامر. يبقى النيكست انستراكشر على المثال بتاعنا ده البروجرام كاونتر بيشاور على نيكست انستراكشر يبقى 02 1. برافو عليك يا عكس. صح كلام يا حبيبي؟ ده الكرنت. يبقى ده الايه يا جماعه؟ النيكست اللي هو فيه من ده اللي هو رقم. يبقى هنا البروجرام كاونتر ده هيتخزن فيه 02 02 1. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ 02 1. في الموضع عنه يا جماعه؟ في الموضع اللي هو كام؟ 105.087 ايه يا جماعه؟ اتش. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ تعالى نبص. يبقى هي ديت الخطوه دي نفذناها هنا اهو. خلاص يا جماعه؟ الخطوه دي يا جماعه نفذناها. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ ايه كمان؟ بيقول لي الادرس ريجستر اعمل له الكلمات المقدار كام يا جماعه؟ 1. يبقى هنا بدايه السبروتين بتاعه. طبعا السبروتين اقصد بيه ايه السبروتين ده؟ الاجراءات الايه الجزء اللي من البروجرام، جزء من البروجرام اللي انا هعمله بقى اللي انا هعملها. طب ده مش انترابت، ده مش ايه يا جماعه؟ ده مجموعه معينه من الاوامر انا هعملها في سبروتين. مش انتوا عارفين السبروتين يا جماعه؟ خدتوه؟ بغض النظر اللي هو اجراءات محدده لاداء مهمه ما. مهمه ايه؟ ما المهمه دي هيبدا امتى؟ هتبدا في الموضع الثالث على الادرس ريجستر. خد بالك ده هيتنقل في الادرس ريجستر مش كده برضه؟ اللي هو 708. يبقى السطر الثاني للكلام ده بدايه السبروتين. 1 2 3 4 5 20 زي ما انت عايز من اي لك الين. بس اخر لاين كود في السبروتين لازم يكون حاجه ترجعني عشان اخد الادرس بتاعي. عشان انا قلت ايه؟ كونديشنال برانش انكونديشنال. يبقى خلاص هروح لموضع ما. الموضع ده فين حته؟ في الاي ار بلس كام يا جماعه؟ بلس 1. الاي ار بلس ايه؟ 1. وهو السطر الثاني لمين يا شباب؟ للمكان اللي انا هتزن فيه. اللي هو لو انا بتكلم كده يبقى الاي ار بعد ما ازود المقدار 1 يبقى 0.88 اتش. وصل يا شباب كده؟ وصل كده يا شباب؟ اتفضل يا حبايبي. وصل كده؟ ده بدايه السبروتين، اول لاين كود في السبروتين. هفضل استمر لغايه ما اجيب ان كونديشنال برانش
لو انا شرحته في الايه ايه في اللي قبل واخد بالك معايا يبقى إيه هنا بيقول زود الادرس ريجستر بمقدار واحد خلاص هيفضل يزيد يزيد والبروجرام كاونتر هيفضل يزيد 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 اخر لاين خد بالك هيكون في اللوكيشن ده اللي هو ايه يا جماعه ان كونديشنال ايه يا جماعه برانش يقوم مركان انا لسه شغال في السبروتين خد بالك ده من ضمن مين يا جماعه مش منفصل عنه ده جزء اللي هيتجزأ من مين السبروتين ان كونديشنال برانش لمين 087 ده اندايركت اللي انا حطيت هنا كام يا جماعه ده اندايركت اللي انا حطيت فيه كام واحد ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي ان ده هيروح للاي ار ده هيروح لمين هيشاور على ده بس مش ده المستهدف اللي جواه هيتجه يتحط فين في الاي ار هيتحط فين يا جماعه اللي اذا الاي ار بعد تنفيذ الامر ده هيبقى فيه كام 02 كام 1 الكونفيجريشن الجايه هنا عندي دي 5 هاخد الاي ار اللي هو بقى كام يا شباب دلوقتي احطه فين وين هي السيكونس واضح كده ولا مش صح كده وراحه كده بسرعه البرانش من تاني برانش بمنتهى البساطه الادرس اللي هيبقى مع الامر برانش زي ما قلنا هنا برانش 087 دايركت برانش دايركت مود هتنقل لموضع فين الموضع ده اللي هو الادرس بتاعه ده يبقى انا هتنقل من هنا لهنا وهكمل ومش راجع وصلت حاجه كده يبقى انا مش محتاج اعرف العنوان زي اللي كده بقى مثلا عمل هجره واخد بالك سافر لكندا وراح جاي جاب الموبايل مفرمطه عشان ما يستقبلش ايه او ما جابش الموبايل مفرمطه ده جاب الشريحه وقطعها وكسرها وجاب شريحه كنديه اللي عايز يسال عليه يسال في فرصه انه يتواصل انه يرجع تاني خلاص هو كده خلص نفسه وقطع الباسبور خلاص شباب ده عمل ايه؟ ده ما عملش السيف للريتيرن ادرس بقى خلاص هو وصل للمنطقه اللي هو عايز ينتقل لها وكمل فيها جدا ما دفن خلاص يبقى هنا ده اللي هو البرانش فقط لا انكونديشنال برانش انا في موضع المفروض بروجرام كوانتر لو انا بتكلم عن مسدد تحديدا لو كان برانش مش برانش سيف للريتيرن ادرس لو كان برانش هيتنقل ل 187 خلاص ويكمل عادي كان المفترض ان ينفذ اللي هو عند 21 مش هينفذ الاجراءات من هنا لغايه هنا كل ده مش هينفذ هيتنقل هنا ويكمل لغايه الاخر ويقف اخر امر في اللاين كود وانتهت القصه على كده فايش كده ما لم يكون في حاجه ثانيه تنقله في حته ثانيه خلاص طيب البرانش اند سيف ريتيرن ادرس مجموع عند ادرس يبقى الادرس ده اما يجي ينفذ الامر ده ما تنساش ان البروجرام كاونتر في كام هو ده الريتيرن هو ده اللي المفروض ايه يا جماعه؟ ارجع له، في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ ده موجود فين؟ موجود في البروجرام كاونتر، في كام؟ 021 اتش، في اي اشكاليه يا جماعه؟ طيب، اول ما الامر ده هيبص هيلاقي ان ده يا جماعه ايه ده؟ دايركت، ده ايه يا جماعه؟ دايركت، العنوان هتلاقي برانش بي برانش، يبقى هتلاقي العنوان اللي هو كده يا جماعه؟ دايركت، هو ده الادرس المستهدف، هو ده الافكتيف ايه؟ ادرس اهو. يبقى هنا ايه اللي هيحصل؟ هتنقل لهذا الموضوع. ده ايش كده كده يا جماعه؟ طبعا بعد ما اتنقل لهذا الموضع هعمل ايه؟ ايه الاجراءات اللي هتعملها في السيف للريتيرن ادرس؟ هعمل سيف للادرس هعمل سيف للايه؟ للادرس هاخد محتوى البروجرام كاونتر احطها فيه اهو محتوى البروجرام كاونتر هيتحط في الميموري لوكيشن ادرس باي ادرس ريجستر اللي هو كام يا جماعه؟ 087 ده ايش كده كده يا جماعه؟ يبقى في الموضع ده اهو بعد تنفيذ الامر ده هيبقى الادرس ريجستر في 087 صح الكلام؟ اللي هو الموضع اللي هيشاور ايه؟ عليه والموضع ذات نفسه هيبقى في مين يا جماعه؟ ال 021 بتاع البروجرام كاونتر في اي اشكاليه؟ كده يبقى عملنا ايه يا جماعه؟ حفظنا الادرس اللي انا هرجع له. طيب فين بقى السبروتين بتاعي فين؟ السبروتين بتاعي هو بدايته السطر اللوكيشن التالي مباشره لهذا اللوكيشن
والصف التالي لايه يا جماعه؟ لهذا الكيس. ده بدايه السبروتين. ايه هو؟ مش مشكله انت بكل اللي انت عايزه، انت على حسب اللي انت عامله. صف 2 3 4 مليون، بس لازم المليون وواحد اللي هو اخر صبر في السبروتين يكون كام يا جماعه؟ كونديشنال. ان كونديشنال ايه يا جماعه؟ بلاش. بس من النوع الايه يا جماعه؟ بالعنوان مين بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الايه خلاص اللي هو كان كام؟ 0.8 كام؟ 7. عشان كده هتلاقي ان الاي ار هيزيد مقدار كام يا جماعه؟ 1. عشان اشاور على الممر اللوكيشن اللي ايه؟ اللي بعديه اللي هو هيبدا ينفذه 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 ينفذه، يجي هنا الكونديشنال برانش الكونديشنال برانش بس اندايركت لانه موضع ل 0.87. يبقى هنا هقوم جاي رايح لل 0.87 واخد محتواه احطه في الحته يا جماعه في الاي ار. اصبح بعد تنفيذ الامر ده هيتنقل هنا الاي ار، هيتنقل فيه 0.21. صح الكلام؟ خد عليها يا حبايبي. صح الكلام. طيب الاي ار ده اللي هو فيه 0.21 عايز يروح لمين؟ عشان كده اقول له الادرس ريجستر وديه فين؟ في البروجرام كاونتر اند زين سيكونس كاونتر يساوي كام؟ 0. يبقى بعد ما نفذت السبروتين بتاعي هنجيب تاني الانستراكشن بتاعي لكام؟ لكام يا حبايبي؟ للبروجرام كاونتر ويتقال كده. واضح الاكزامبل الرياضي ده يا شباب؟